مرحبا بكم في هالموعد الاستثنائي لتغطية نتائج مؤتمر حركة نداء تونس اللي كان أعلن على نهاية أشغاله منذ حوالي 3 ساعات بالتوافق على قائمة قيادية جديدة والموافقة على اللوائح المقترحة على المؤتمر سواء اللائحة سياسية عامة أو نظام داخلي. بعد شوية باش يكونوا معنا بالطبيعة صحبة صديقي خليفة بن سالم، كل من سفيان توبال وأنس حطاب، ثم بعد الأخبار إن شاء الله باش يكون معنا سي عبد العزيز القطي اللي تقريبا حسب قرينة وما تأكد أصبح الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس والقيادي سي رؤوف الخماسي. نشوفوا ما نعرفش الريكاب بخصوص آخر يعني فعاليات المؤتمر وخاصة ما عرفوا في يومه الثاني اللي هو نهار اليوم، ونبداو النقاش في الاستوديو. انتهت منذ قليل الجلسة العامة للمؤتمر التأسيسي الأول حزب نداء تونس واللي أفرزت اللائحة التوافقية في الاجتماعات والمشاورات الأخيرة. نذكركم اللي المؤتمر امتد على مدة نهارين البارح واليوم، وأفرز لائحة توافقية باش نرجع عليها في التقرير هذا، وبعد نعطيه الكلمة لزميلي برهان بسيس ومع ضيوفه في البلاتو. قبل ما نختم فقط نحب نشكر كافة زملائي اللي كانوا حاضرين معايا، كافة الفريق التقني. وإثر المشاورات المكثفة بين مختلف الأطراف وقع التوافق على الهيئة السياسية المتركبة من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم: سلمى اللومي أمين وطني مكلف بأمانة المال، حافظ قائد السبسي أمين وطني مكلف بالإدارة التنفيذية والممثل القانوني للحزب، بوجمعة الرميلي أمين وطني مكلف بالتنسيق مع الأحزاب ومتابعة العمل الحكومي، عبد العزيز القطي أمين وطني ناطق باسم الحزب، رؤوف الخماسي أمين وطني مكلف بالتونسيين في الخارج، رضا بالحاج أمين وطني، خميس كسيلة أمين وطني مكلف بالشؤون السياسية، سفيان توبال أمين وطني مكلف بالهياكل، أحمد الزقلاوي أمين وطني مكلف بالتكوين، قاسم مخلوف أمين وطني مكلف بالشباب، الناصر شوية أمين وطني مكلف بالتنظيم واللوجستيك، محمد صوف أمين وطني مكلف بالشؤون الاجتماعية، فوزي اللومي أمين وطني مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، أنس الحطاب أمين وطني مكلف بالمرأة، الأعضاء الآتي أسماؤهم سيقع ضبط مشمولاتهم في الاجتماع القادم للهيئة التأسيسية، وهم السيدات والسادة: سماح دمق، سعيد العايدي، سليم شاكر، ناجي جلول، الطاهر بطيخ، الهادي قديش، زهرة إدريس، سعاد الزوالي، حسون الناصفي، فوزي معاوية،
المنصف السلامي، رمزي خميس، هيثم الأحمر، إكرام البولاهي، ونبيل القروي، الأخت وفاء مخلوف أيضا. خليفة، كما كنا نسمع، هذه القيادة الجديدة اللي أفرزها حزب حركة نداء تونس في مؤتمر التأسيسي الأولاني. القيادة متكونة تقريبا من 29 عضو في الهيئة السياسية، منهم 13 عضو أمناء وطنيين مكلفين بمهام، والبيان والكومونيكي. وكما كنا نسمع في رئيس المؤتمر يقول أن بقية الأسماء سيتم تحديد معناها مهامهم وال التكليفات بالاجتماع الأول للهيئة السياسية. ما نعرفش صورة التركيبة التنظيمية، غير واضحة إلى الآن، ما فهمتهاش أنا بالضبط. معناها تركيبة تنظيمية فيها قيادة من زوز طوابق، ولا طابق واحد يضم 29، وإلا الكل أمناء وطنيين والبقية ما تمش تكليفهم، يعني باش يتم تكليفهم بعد بمهام واضحة. شنو هي الاستنتاجات خليفة؟ الاستنتاجات الأولية هي أولا واضح تخريجة فرضها التوافق، يعني أنه يبدو إلى اللحظات الأخيرة لم يجد المؤتمر صيغة للخروج من مشكلة القيادة يعني في النهاية، ولكن يبدو أنه حاولت فيها جانب من الترضيات مقتضيات المؤتمر، علما وأنه هذا المؤتمر هو تأسيسي وليس مؤتمرا انتخابيا، وبالتالي الحصيلة النهائية للتركيب القيادية لمؤتمر نداء تونس تفرز في المؤتمر القادم. إذا تقريبا حاولوا أنهم يمشوا خلاف ما كان متوقع، يعني أن المؤتمر جاهز وحاضر منذ البداية، لا، لأنه الأمر الواقع فرض نفسه لهنا. نجد تركيبة موسعة كبيرة، تخلاه عن المناصب القيادية التقليدية في الأحزاب السياسية، رئيس حزب، أمين عام في الوضوح، إنما هي هيئة قيادية مشتركة، ربما سيكون لها بعد إيجابي في إيجاد صيغة لمؤتمر ناجح في المستقبل، لأنه إذا كان مش تعطي كل الصلاحيات لقيادة الآن ومضايقة ربما تهيمن على أشغال المؤتمر القادم، وبالتالي وقع توزيع الأدوار والمهام أكثر ما أمكن. مش ممكن تكون قيادة أكثر من هذا، هي 29 قيادي حوالي، وبالتالي تركيبة قيادية كبيرة في الأصل، يعني الأحزاب عادة تقتصر بين 9 10 11 قيادي. طبعا نداء تونس كما قلنا احنا منذ البداية ولد كبيرا، وبالتالي الكم هائل، حتى المؤتمرين 1500 مؤتمر، يعني أنه الحزب موجود في كامل البلاد الجمهورية وفي الخارج، حاولوا يعملوا فيه كأنها محاصصة للتمثيلية الجهوية والمحلية وللرموز التاريخيين داخل الحزب. الملاحظة الأولى، انتهت تقريب صفحة كثير من المؤسسين والقيادين التاريخيين كالأزهر القروي الشابي، محمد الناصر، يعني الوجوه القديمة والكبيرة في الحزب تقريب فضلت المغادرة توافقا أو اختيارا شخصيا أو لمقتضيات المرحلة. ثم وجوه شبابية موجودة كذلك، ما ننكروش هذا، يعني كثير من الوجوه الشبابية اللي موجودة. العنصر النسائي يمكن شوية، يعني نجد سلمى اللومي، ونجد وفاء مخلوف، أنس الحطاب، ثلاثة على 29 موجود موجود. خطة أمين وطني كما قلت لك، أنه في انتظار مؤتمر انتخابي يقرر من هو الأمين العام، من هو رئيس الحزب. هذا هو في المجمل مجريات هذا المؤتمر اللي حقيقته ستظهر في قادم الأيام. هم جاونا الأساتذة، فما الملاحظة أنه تقريبا الأمناء الوطنيين، يعني هنا فما الوزراء، يعني تم يعني عدم اعطائهم مسؤوليه مباشره. هذا يمكن انسجاما يعني والخيار اللي اختاروه بعد الانتخابات، بعد يعني مش تشكل الحكومه نفسها، وقع اتفاق داخل حركه نداء تونس انه الوزراء ما يشغلوش المنصب القيادي الاولي باعتبار انهمامهم معناها بشان وزاراتهم. هذا معقول ومنطقي. اكثر من هذا شوفوش على كل رحب مستجد.
كبير ياسر كما قلت لك، إلا مسألة وحيدة كونه نجحوا في النهاية في إنجاز مؤتمره، لأنه كان المؤتمر على فوهة بركان، كان من الممكن تشهد انقسامات أخرى، وقع لغط كبير حول عدم رضا كثير من النواب أو الحاضرين داخل المؤتمر عن مجريات وأشغال المؤتمر، وقع الحديث على أنه نرجع لا حتى داخل القاعة، ثم ناس قالوا لا ندخلوا في الانتخابات، كان تراجعوا عن التوافقات الأولى كونه سيكون مؤتمر توافقي. في النهاية نجح الندائيون في إنجاز مؤتمرهم، التاريخ سيحسم لهم أم عليهم كيفية حفاظهم على حزبهم وتحقيق مكاسب في المستقبل السياسي. سفيان توبال أمين وطني مكلف بالهيكل، رحب بك. أول وجه يعني ندائي بعد المؤتمر التأسيسي الأول، هذا مؤتمر الوفاء، استقبلوه لهنا في البلاتوات، جيتنا من سوسة مباشرة. سيد سفيان مرحبا بك. سيد سفيان، أولا باعتبارك مكلف بالهياكل بالضروره باش تفسر لنا شنو هي الحكايه، انتم توا قياده الحزب، شنو انتخبتوا هيئه يعني او توافقتوا على هيئه سياسيه بطابق واحد يضم 29 عضو هذوما، والا بطابقين فيه الامناء الوطنيين والاخرين طابق ثاني ما نعرف شو اسمه، شنو هي بالضبط الهيكله هذه الساعه؟ فسر لنا. هذه القائمه تضم الاعضاء الهيئه السياسيه، هذه هي القياده الجديده لحركه نداء تونس، ما فماش طابق اول او طابق ثاني، انما نظرا لتوزيع المسؤوليات، فما مسؤوليات وقع توزيعها، وفما مسؤوليات ذكرنا ان في اول اجتماع للهيئه التاسيسيه سيقع تقسيم المهام. يعني ما فيش هذه خطر من الاول، ما راج من اخبار ما نخفيش عليك بالطبيعه، وانت تتابع وتفهم ان الصحفيين والاعلاميين ايضا يتابعوا في كواليس نقاشكم حول صيغه المؤتمر التوافقي، لانه سيتم التوافق على، التجأتوا للصيغه الوفاقيه هذه كامله؟ هذه دلالة أنه تكذيب على كل الإشاعات اللي خرجت قبل المؤتمر، وأنها مسرحية وفي الكلفوية حصلنا هنا أرامة ومن الخزروخ اللي تعاش إلى اللوكة العربيل والألة لذيذة كلور وقيادة حاضرة فيها ستة من الناس ومعروفة وزايد مشي للمؤتمر، هذا اللي أثبتوا أنه المؤتمر كان سيد نفسه، كانت فيه وانتو نسمة معناها غطات أشغال المؤتمر كله، كانت حاضرة في الكواليس معناها شهدت عديد النقاشات، وشفتوا التحرك اللي عملوه المنسقين الجهويين، شفتوا التحرك اللي عملوه الشباب، المرأة، كل مكونات الحزب، وهذا اعتبرناه تفاعل إيجابي، خلى فما حماس داخل هذا المؤتمر، كذب كل الإشاعات اللي كانت تقول اللي فما مسرحية وفولكلور حاضر أو هذا المؤتمر مجعول لشخص واحد أو ومشكلة التوريث ومشكلة كل المشاكل اللي كانت الناس كل تحكي فيها والإشاعات، اليوم وقعت تكذيبه في هذا المؤتمر، اللي هذا المؤتمر بعد افتتاحه رسميا من طرف الرئيس المؤسس ورئيس الجمهورية كانت إشارة انطلاق العمل الفعلي لهذه الحركة، لأن اعتبرنا أنه أعلن على نهاية الأزمة داخل حركة نداء تونس. أي سفيان، يعني مش نجي معك، إذا خلينا نستوضحه هيكليا، هذه قيادة نداء تونس هيكلياً اللي هي تضم 29 عضو طو اللي هي بتشرف على التسيير حتى للمؤتمر، حتى للمؤتمر هذه القيادة، هذه القيادة خلينا نكمل، هذو كلهم أمناء وطنيين، هذو باش يكونوا أمناء وطنيين، وسيقع تقسيم المهام لأن هناك لجان ستتكون وسيكون معناها بقية الإخوة يشرفون على هذه اللجان. احنا اللي تغير اليوم في حركة نداء تونس ان اليوم احنا لأول مرة يكون عندنا نظام داخلي، احنا كنا نخدموا في حركة نداء تونس بدون نظام داخلي، كانت عندنا نظام أساسي موجود لدى رئاسة الحكومة، وهذا ما ذاك النظام اللي تأسس به الحركة، كان فما هناك نظام داخلي اللي لزنا، اللي كانت فما برشا مشاكل صايرة في الحزب ما لقيناش لشنو نرجعوا، اليوم عندنا نظام داخلي، اليوم الخط السياسي للحزب حسم، وكان فما ورقة وثيقة لائحة كاملة للخط السياسي وقع الإعلان عليها ونالت المصادقة بالأغلبية الأصوات للمؤتمرين. اليوم زاد دخلنا في حركة في الحركة نتاعنا، دخلنا في نظام المؤسسات، قبل كنا داخلين على حملة انتخابية وانتخابات، اليوم احنا حزب في الحكم، وكان فما العام اللي تعدى فيه لاحظوا اننا مقصرين كحركه نداء تونس في دعم الحكومه ولا في تصدي المشاكل اللي صارت في البلاد، لان الحزب نتاعنا ما كانش مهيكل بنظام مؤسساتي. اليوم عندنا قياده اللي ذكرتها سيادتك توا، وعندنا مكتب تنفيذي يضم الكتله البرلمانيه بقيه اعضائها واعضاء المكتب التنفيذي والمنسقين الجهويين والمنسقين الجهويين للشباب والمراه، هذوما المكتب التنفيذي. خلينا نفهموا شويه حاجات. المكتب التنفيذي قبل كان مسيب المكتب التنفيذي، كانوا اعضاء مكتب التنفيذي. اليوم المكتب التنفيذي في حد ذاته كله سيتشكل فيها اللجان الوطنيه واللجان القطاعيه. معنا المكتب التنفيذي يعني اليوم ولات فما هيئه سياسيه، مكتب
التنفيذي. التنفيذي هذا يحتوي على المكتب التنفيذي، يحتوي على 15 لجنة شكون فيها لجان قطاعية ولجان وطنية، وثم المجلس المكتب الوطني. المكتب التنفيذي يضم شكون بربي بالضبط؟ المكتب التنفيذي يضم الكتلة البرلمانية، يضم ساعة الهيئة السياسية الموجودة هذيك الموجودين وبقية أعضاء الكتلة البرلمانية، المنسقين، بقية المنسقين الجهويين، بقية أعضاء المكتب التنفيذي الموجودين السابقين، ثم ممثلين المنسق الجهوي للشباب والمنسق الجهوي للمرأة لكل تنسيقية جهوية. نرحب بالسيد أنس حطاب يعني الأمينة الوطنية المكلفة بالمرأة، لكن نحب اسمح لي خليفة بربي باش نسأل في الإطار هذايا معناها بخصوص التشكيلة وبخصوص القيادة، يعني الناس كل باش تسائل توا بارك الله فيكم وصلتوا معناها لحل خلاف وهيئة سياسية جماعية، أما هذه سابقة يبدو في تاريخ الأحزاب، معناها حركة نداء تونس باش تصير من هنا الانتخابات بقيادة جماعية، توا قبل كانوا يقولوا ستة وسيتداولوا على منصب الأمانة العامة، الآن 29 من يعني في نهاية الأمر أحزاب في حاجة لقائد، أحزاب في حاجة لشخص. مسألة أنا بريان سامحني هي المسألة اللي جرت العادة في الأحزاب، حبوا نفهمها والرأي العام يحب يفهم. ثم رئيس حزب، أمين عام، مكلف بالإعلام، مكلف بالمالية غيره. لحظة بالله سامحني سي سفيان، اليوم هذا المكتب القيادي الهيئة السياسية من يدعو إلى اجتماعها؟ من يرأس اجتماعها؟ هذا هو هلا أنا سبق وكي تكلمت قلت اليوم المكسب اللي حققناه في حركة تونس اللي ولى عنا نظام داخلي، فالنظام الداخلي فيه كل مسؤول، كل المسؤول شنو هي مسؤوليته، كل هو عباره على مجلس امناء الهيئه السياسيه هذه، فمجموعه من الامناء لكل منهم ملفه. الامور التنظيميه لكل في الامور التنظيميه لمن يدعو الاجتماعات، من هنا زاد فما تقسيم نتاع الاتاش نتاع الاخوه اعضاء الهيئه التاسيسيه. مثلا اللي يدعو الاجتماع هو المكلف بالاداره التنفيذيه، هو اللي يدعو الاجتماعات، يعني سي حافظ قائد سبسي، اي هذا الذي يدعو الاجتماعات. لكن سي حافظ قائد سبسي اضافوا له ايضا والممثل القانوني للحزب، اي ممثل حروني، الممثل القانوني للحركه، الممثل طبعا الممثل القانوني للحركه، لان في النظام الداخلي هي من مهام المدير المكلف بالاداره التنفيذيه اللي هي مدير تنفيذي تقريبا، لانه اصدر حديث حول تعيين سي حافظ قائد سبسي مدير تنفيذي من عدمه، صار عليها نقاش كبير، لكن سكيل باري حسمت ولكن بتسميه جديده هي التكليف بالاداره التنفيذيه، مكلف بالاداره التنفيذيه والممثل القانوني. واضح سيد أنس، قياده من 29 الحزب يفقد تقريبا نص وجوهه التاريخية اللي كانت في التأسيس اللي شفنا بعضها اليوم في اجتماع صحبة الأمين العام السابق محسن مرزوق في قاعة مؤتمرات. نص هل بالنسبة مبالغة تقريبا الوجوه التأسيسية، الوجوه الأولى اللي مشيت في التأسيس تقريبا طيب بكوش، طيب باش نسألكم شقول لكم شبيه ما جاش شنو هي الحكاية، الأزهر العكرمي، محسن مرزوق، منذر حاج علي، يعني فما وجوه باهي قد يكون بلغت في النص ولا مش النص، هذا انتم مش تصلحوا لي اذا كان ما دققتش بالضبط في العدد، ولكن في نهايه الامر شق شرخ قطيعه نداء تونس مؤتمر سوسه الشرعي اللي مشى واللي كذا، ناس الاخرين سلموا قالوا هذا النداء لغال ما عادش لقاو ومشاوا اليوم في المؤتمرات، والله شو يعملوا من بعد، كيف تقيموا الوضع؟ شكرا سي برهان على الاستضافه، وانا اليوم ما نشوفش بنفس التقييم انا والتحليل اللي تفضلت به سيادتك، انا نقول اليوم احنا كنداءيين فرحانين على خاطر ازمه حركه نداء تونس انتهت، معناتها ما عادش توا الحقيقه نحبوا ماذا بينا، احنا عندنا حزبنا، عندنا مؤسسات اليوم منتخبه شرعيه، حتى من طرف التناول الاعلامي لحركه نداء تونس ماذا بينا نحكي، وكان في شأن حركة نداء تونس اليوم صارت حاجة تاريخيا مهمة جدا للحركة، على اعتبار وأنه اللي صار في حركة نداء تونس في المدة اللي الفارطة هما زوز مسببات، أول حاجة فقدان النظام الداخلي اللي اليوم نجمو نحتفلوا كنداءيين، ونعني كلمة نحتفلوا على خاطر كان جاء عنا النظام الداخلي رانا ما وصلناش للأزمة اللي وصلت لها حركة نداء تونس، ثم أن أزمة القيادة لم تعد مطروحة، حركة نداء تونس ارتأت كما ارتأت تونس وخذت جائزة نوبل، التوافقات ليست العدد ولكن التوافقات هي أعضاء منسجمين يقدروا يخدموا يحطوا يديهم في يدين بعضهم على مصلحة تونس. اللي صار اليوم هو دي دوسيي، معناتها ملفات كل واحد باش ينكب في خدمة الملف. حركة نداء تونس توا مطالبة باش تخدم بطريقة جدية على الملفات نتاعها، وكل من يتقدم في مسؤولية وحب ياخذ ملف يلزم هو يعرف كيفاش يخدم الملف نتاعو هذايا
سواء كان ذلك هياكل أم مرأة أم شباب أم تكوين أو علاقات سياسية أو علاقة مع الحكومة أو غيره. احنا مطالبين اليوم باش نعطيه حركة نداء تونس اللي تخلنا لها من نهار الأول وإحنا كنا مؤسسين داخل حركة نداء تونس. اليوم منطق التأسيس تغير، منطق التأسيس شفنا التوافقات ارتكزت على مكونات الحركة، على الجهات، ماذا طلبت الجهات، ماذا طلب الشباب، ماذا طلبت المرأة، ماذا طلبت القيادات المؤسسة للحركة والقيادات خاصة التي بقيت على خط مؤسس ورئيس الحركة الأستاذ البيجي قايد السبسي. أهم حاجة كونهم جميع المؤسسين في الجهات وفي القيادات الوسطى والقيادات المركزية أغلبية كبيرة موجودة، نحكي لك أنا في الجهات والقيادة الوسطى الجميع، في القيادة المركزية كيف كيف، ولكن كي تقول لي أعضاء هيئة تأسيسية وقتها نجم نقول لك 2 أعضاء من الهيئة التأسيسية. توا نحن دخلنا في مرحلة جديدة، اللي اختار مسار آخر احنا نتمناو تونس المهم المنافسة الشريفة، واحنا حتى اللي يكون نهار اخر في مشروع اخر وعنا نقتسم معاه نفس الافكار مرحبا بيه، ماناش يجينا في منطقه التصفيه، بالعكس احنا حبينا اللي اليوم حبينا الناس كل تكون موجوده. يبقى توا باش نغزر القدام، توا الشعب اش قاعد يقول؟ يقول نداء تونس مازال ما قادش المؤتمر نتاعو، فما نسبه من الحاجات المسموحه بين معقفين، يقول لك خاطر ما عندكمش قيادة وهي أزمة قيادة. أنا اليوم أكثر حاجة فرحانة بها وأني القاعدة متاعنا والجهات اللي نشكرهم وأنا بحذاكم اليوم على مدى تماسكهم، على خاطر كيف فقدنا القيادة قاعدة جهات تنسق ما بينات بعضها، حتى اللي عاودنا بعثنا هالقيادة هذه جديدة اللي جات بطريقة شرعية. لولا الجهات نتاعنا ولولا القيادات القاعدية والمحلية والجهوية اللي الحق اليوم تحرمت القيادات القاعدية باش تكون موجودة، على أساس وأنه في نظام تحضير المؤتمر هناك منسق محلي عن كل معتمدية، يعني شخص وحيد يمثل المعتمدية. أما احنا نوعدوهم اليوم هما يسمعوا فينا وأن باش نعملوا اجتماع كبير يكونوا يحتفلوا فيهم ولهم الحق في ذلك بانعقاد المؤتمر الأول للحركة نتاعهم. اللي يهمنا توا هو كيفاش باش نمشيو للمراحل المقبلة في تسيير الحزب، في تسيير الدولة، وفي تسيير وتنظيم العمل البرلماني. خليني نسألك، يعني في وراء الخطاب العادي اللي يلزمك أنت تقوله اليوم في توجيه لقواعدكم ولهياكلكم، خلينا نطرح عليك الأسئلة اللي يطرحها الرأي العام الوطني في العمق، وأنا متفهم أنه صدركم رحب باش تجاوبوا وتتفاعلوا مع المسألة هذه. الخطاب كيفاش تعلق أنه في نهاية الأمر هناك من يلخص أن هذا المؤتمر كان بامتياز مؤتمر حافظ قايد السبسي، وحسم الخلاف في هذا الاتجاه ووضع أوراق المستقبل حركة نداء تونس في جيب ابن رئيس المؤسس، ابن رئيس الدولة اللي هو سي حافظ قايد السبسي. كيف تعلق؟ أنا نعلق في كلمة واحدة، نقول متأكدة وأنه اللي قال الكلام هذايا قبل ما يشوف نتائج المؤتمر ما كانوش عندهم فكرة، يمكن عندهم أحكام مسبقة خاطئة تبين بالقيادة الجماعية اللي أفرزها المؤتمر أنه عكس ذلك تمام. كيف يعني بالنسبة ليك؟ يعني معركة، يعني معركة طاحنة طيلة شهور تتعلق إحدى عناوينها بقضية التوريث، بقضية استيلاء ابن الرئيس المؤسس على الحزب، هل في رأيك مؤتمر اليوم يعني حسم هذه القضايا من ناحية نفيها؟ لأنه ناس خرين يقول لك حسمها من ناحية تأكيدها. أنا أقول لك القضايا هذه من اللي كانت مطروحة، مش من اليوم، من اللي كانت مطروحة وإحنا نقولوا فما مغالطة كبيرة قاعدة تقع، وفما يعني نوعا من الاستخفاف بالرأي العام، واللي الحمد لله النداءيين كانوا متشبثين بالحركة نتاعهم وفاهمين وأن الطرح هذايا ماهوش الطرح اللي طرحينه على أنفسهم جميع القيادات ولا القواعد الحركة. يبقى وأنه يكون عنده دوره الرئيسي في داخل الحزب هذايا حق ما ينجم ينحيه حتى حد. احنا نشوفه حتى اليوم في يعني التركيبه نتاعنا هناك معناتها من هم من نفس الرابط الدموي، لا يعني انا تقصد في سي فوزي اللومي وفي ومدام سلمى اللومي مثلا وغيرهم، عندكم اخوات اخرين في القياده؟ لا مش حكايه اخوات، حكايه المناضل
الصفة نتاعو الدموية أو الانتماء لنفس العائلة لا تمنع عليه أنا نقول حاجة أخرى ناخذها من منظور آخر. الإنسان كونه في وسط المحيط العائلي نتاع عائلته غير قادر وأنهم يتفقوا على المشروع وإلا على الانتماء السياسي كيفاش باش يقنع الآخر؟ ما أنت هذه حاجة طبيعية باش أنك تلقى التوجه الفكري ولا السياسي ولا الإيديولوجي نتاع عائلة بريسك لو ميم، معناتها هذه من الناحية الانتماء الحزبي. ثم من الناحية نتاع التوريث قلناها وحكاية ومشيت على روحها، خاطر قلنا وأنه الدستور وأنه قانون الأحزاب وأنه ما فماش حتى آلية من الآليات الموجودة داخل المجتمع التونسي بجميع المعايير تعطي مسألة التوريث وإلا تسمح بمسألة التوريث. أنه إنسان يكون موجود داخل هيكل الحزب وعنده معناتها امتداد شعبي ما تنجمش تنحيه، كيبدا عندك واقع كناك ما تنجمش تنحيه بمنطق انك لن تورث. لا نجموا نعطيه فافور ولا نجموا نحيه الانسان يعني حقه. بالنسبه ليك حظ قايد سبسي في المؤتمر هذايا يعني الموقع طبيعي عادي ما منحوش المؤتمر هذا امتيازات ازيد من ما كيف ما اي مؤتمر اخر، كيف وكيف ال 29 اللي تم يعني توافق عليهم في الهيئة كما أي مؤتمر كان نفسه عنده الحظوظ وعنده نفس ال خليف نسأل حول السيد طيب بكوش دواعي غيابه عن المؤتمر وعدم حضوره في الهيئة السياسية شنو السر يعني؟ خاطر الأصل فيها أنه السيد طيب بكوش كان ضمن خريطة 13 يعني كان حاضر فيها ومشى في البروسيسيس. شنو الأخبار أعطيه ولا ما يصيرش؟ حتى ما عندكمش الأخبار تنجم تكون هذه مسائل خاصة بسيد طيب بكوش، لكن إيش قلتوا؟ أكيد تداولتوها هذه في المؤتمر وين السيد طيب بكوش؟ البارح مع رئيس لجنة 13 سي يوسف الشاد كانت فما معناتها تأكيد لحضور السيد طيب بكوش، يمكن خاطر ما نجمش نصرح انا باسمه، يمكن المهام الجديده نتاعو خاطر يظهر لي غدوه هو مسافر. شنو هي المهام الجديده نتاعو؟ التعيين في تم تعيينه واصدر رسمي وقع اقتراح تعيين اقتراح تعيينه اتحاد المغرب العربي يمكن فما نوع من الاقتراحات المعروض عليه قاعد يدرس فيها معناتها المرجح هو هذا، ما عندناش علم بانه عنده تحفظات او شيء من هذا القبيل، لا معناتها كان باش يكون متواجد معنا البارح وقت الناس الاخرين اللي سمعنا انهم عندهم تحفظات، لكن تحفظات اللحظات الاخيره سي سيد العايدي وزير الصحه انه خرج غاضب ولا كذا، خلينا نشوفوا السؤال هذايا طرح على سي الناطق الرسمي عبد العزيز القطي، خلينا نشوفوا الاجابه في التقرير هذا ونرجع لاستئناف النقاش معكم. هيئة تأسيسية ب 32 عضو تم الإعلان عليها اليوم في نهاية أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الأول لحركة نداء تونس واللي فيه 14 أمين عام وطني و16 اسم باش يتم تكليفهم بخطط حسب مصلحة الحزب والملفات. مش نشوفوا على حسب المصلحة متاع الحزب ولا حسب الملفات اللي ستدرج لكل عضو، ممكن فما أعضاء ما هوش يكونوا عندهم ملفات باعتبار أنهم وزراء، وفما أعضاء ما يكونش عندهم ملفات باعتبار أنه ممكن حتى تواجدهم بعد شوية نظرا لأنه حبينا أنه يكون هناك توازن على المستوى الجهوي في القائمة هذه، ولذلك تم التركيز على الخطط اللي أعلنت عليها، وإذا كان فما إضافات لخطط أخرى فسيكون ذلك لاحقا إن شاء الله. وفي الندوة الصحفية اللي تم عقدها في نهاية المؤتمر وضح الناطق الرسمي للحزب عبد العزيز القطي مراج حول استقالة سعيد العايدي. سعيد العايدي هو من الأعضاء الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، كان فما إشكال ممكن في بعض الأسماء الأخرى أو من أجل التداول حول كل الأسماء نظرا للتوازنات وغيره، والآن تم حل المشكل وسيد سعيد العايدي موجود معنا في الهيئة السياسية. مؤتمر الوفاء كان اليوم خطوة عريضة وهامة نحو بناء مستقبل الحزب اللي دخل في مرحلة الحسم نحو التأسيس في جويليا القادم. كنا نسمع بطبيعة في سي سيد العايدي الغضب، أيضا في الرد بتاع سي عبد العزيز القطي، وماذا بينا تزيد توضح لنا أنت سي سفيان، أيضا سي الفاضل بن عمران اللي هو رئيس الكتلة، ومن اللافت عدم وجوده في أي موقع قيادي، وسمعنا أيضا أنه غادر المؤتمر غاضب، تأكد ولا تنفي الحكاية هذه. بالنسبة لسي سعيد العايدي
مش حكايه غضب، انما حكايه المسؤوليات، وخيرت لجنه التوافقات انها اعضاء الحكومه نظرا اللي عندهم حقائب وزاريه ما نجموش يكونوا معنا، لان قلنا العمل المره هذه باش يكون عمل ملفات كل انسان عنده الملف نتاعو، دونك هذاك علاش كانوا معناها اعضاء في هذه الهيئه التاسيسيه. بالنسبه لسي محمد الفضل بن عمران، هو رئيس كتله حركه نداء تونس بالبرلمان، وخير انه ما يكونش في القياده بتاع الحزب بصفته، لانه هو عنده صفته ديجا رئيس الكتله النيابيه. يقول لك اللي استناه عام 2016 عام سخون ياسر في برشا قوانين يحب يتفرغ للعمل البرلماني، اذا هو رئيس كتله يعني بيطلب منه الفضل بن عمران ما كانش موجود في القياده، لا ما عندوش حتى اشكال، يعني لا فما خارج غاضب من المؤتمر ولا شيء تنفيذ ذلك نفيا باتا. الكتله وين وصلت الكتله الان يعني على مستوى العدد بعد انسحاب بعض النواب؟ لحد الآن كتلة حركة نداء تونس في 70 نائب. على الاستقالات يعني في بيننا ولات قد هي والنهضة 17 وما قالوا استقال. لا قدموا 16. 16 الآن يعني شادينهم بالحساب، ما نجمش يكون أكثر، إذا نصوركم تبعوا فيها عاد بالدقيقة. لا وأنا ماني قلتها لهنا وديما نعاودها. باش تبقى ديما كتلة حركة نداء تونس هي الأولى في البرلمان. باهي بشرى بالحاجة حميدة التحقت بمؤتمر سوسة. وكان حضورها لافت باعتبار في وقت من الأوقات كانت محسوبة على طرف آخر كان رافض خطة الطريق هذايا، كانت موجودة ولكنها غادرت في نهاية الأمر، وكان الناس اللي مدت لهم يدها وجهت برفض مد اليد لليد. لا يعني وما لقيناهاش الآن في أي موقع قيادي. بشرى بالحاجة حميدة إلى صباح هذا اليوم هي موجودة في عضوة في الهيئة السياسية مع لجنة التوافقات، كان الاسم تاعها مطروح. هي خيرت قالت أنها تحب زادة تتفرغ في العمل البرلماني وتكون مناضلة داخل الحزب حركة نداء تونس، ما فماش إشكال، بطلب منها هي زادة ما حضرت معنا المؤتمر، وأختنا بشرى ما فماش حتى إشكال. يعني ما تمش إخصائها بالنسبة ليك سفيان طوبيل، يعني بطلب منها أيضا تؤكد أن أنا حكيت معها الصباح برك، أنا افترنا مع بعضنا الصباح معناها في النزل، قلنا نشوف مشينا للمؤتمر معناها قالت لي ما أنا نحب نبقى في ما نكونش في القيادة بس. ما تكونش في القيادة، خليفة تعليقك. هو والله تو الواضح بحسب لو خيال الامور كلها منظمه، ما نفهم حتى غضب خرج من فما حتى اخزر الغضب ولا كذا، ممكن فما امور تبقى شؤون حاجه نفسيه داخل ولا كذا، لكن صحيح احنا ديما تعلمنا حاجه من السلباجي في الاجتماعات، ديما يقول الناس ما يد الله مع الجماعه وليست مع الاجماع، معناها احنا اكيد فما شكون طبعا قدر الامكان الناس الاغلبيه ساحقه من المؤتمرين خرجت ناس راضيه فرحانه. يعني لا انا حاب نعرف الحاجه اللي رايتوه في التركيبه القياديه، التمثيلية الجهوية، تمثيلية المرأة، تمثيلية الشباب، يعني تعطينا بالتفصيل الرأي العام شنو المراعاة اللي تم وتوجيه للمضامين بالطبيعة. خذات كل شيء بالاعتبار، خذات أولا أن قوة حركة نداء تونس في التنوع اللي داخلها، وعملنا أن باش نحافظوا على التنوع والروافد الموجودين داخل الحركة. والروافد وين؟ أنا مانيش شوف في نفس التنوع على الروافد. فما شكون يمثل النقابيين مثلا؟ فما سيدي قديش، فما الأخطونس الحطاب، فما ذوما سيدي قديش تاريخ نضالي، الأخطونس الحطاب اليوم هذا متحمل المسؤولية النقابية. معناها الرافض النقابي، الرافض اليساري، الرافض اليساري مثلا خلينا نفهموا ولا لا؟ نحبوا نعرفوا فسر لي شكون فوزي معاوية، سي بوجمع الرميلي. أيوه فهمني معناها التساترة، المستقلين اللي عملوا الحقوقيين، معناها الروافد حاولنا نوفروا ان تكون الروافد موجوده داخل حركه نداء تونس. ايضا التمثيليه الجهويه، ان هذا حزب جماهيري لازم يكون منتشر حتى على مستوى القياده، راينا التمثيليه الجهويه، راينا ايضا حتى في من باب الاختصاص، ايضا في هيكل الحزب لانها بادره انها صارت ان التنسيقيات الجهويه زاده تكون ممثله في قياده الحركه. لان علاش خسرتوا تنسيقيات دون اخرى؟ لا هو تنسيقيات عملوا انتخابات، صارت عمليه صارت انتخابات فسروا لنا هذاك علاش باش نفهموا علاش تاخذوا تنسيقيه سوسه مقارنه مش تنسيقيه ما نعرفش انا الكيف ولا حاجه. قبل بليله وانا حضرت نقطه الانس وبرشا اخوه من اعضاء الهيئه السياسيه حضرنا حتى في الانتخابات هذه، صارت انتخابات المنسقين الجهويين ووقع اختيار التلجوف، يعني انتخابات داخليه بين المنسقين الجهويين. معناها سيقع انتخاب بين المنسقين، من سيكون ممثل في الهيئه السياسيه؟ حبينا كل المنسقين في الهيئه السياسيه. انا حبينا كل مجموعه تحافظ، فتم بربي وضح لي شكون اللي تم انتخابهم اللي قاعد تشوف فيه قاسم مخلوف ذا اللي منسق المسير، قاسم مخلوف، محمود الزقلاوي هذوما اللي وقع انتخابهم. أيوة. لكن ايضا فما منسقين جهويين لكن بصفتهم البرلمانيه كانوا موجودين، سي طيب المدني وسي هادي قديش، هذوما
قصده منسقين جويين، فمنسقين مجهوين للخارج كمحمد بصوف مثلا من الخارج، هيثم الاحمر منسق زاد جهوي في الخارج، طاهر بطيخ منسق جهوي في الداخل، سيروف الخماسي كان في مكتب الخارج، معناها فما تنوع في هذه القياده بين الداخل وبين الخارج مع النواب. مع النواب مع النواب مع النواب, مع النواب احنا عائله واحده النواب، لكن مع النواب خذينا مره الاولى انها النواب الاقدميه في الحركه المؤسسين, المؤسسين داخل الحركه ثم عملنا الكليبر الجهوي بالنواب. بربي على ذكر النواب، هاو رئيس كتله النواب معايا في الهاتف، خلينا نشوفوا هذه حكايه خرج غضبان و... من عدمها رغم اللي انت اكدت عدمها، ما خلينا نشوفوا المصدر مباشره. نزيدوا ناكدوا. يا سي الفاضل مرحبا بيك. مرحبا بيك سيدي. سي فاضل من عمران، راهو بعض المواقع وبعض الإعلامية تداول خروجك غاضب من المؤتمر، يعني لعدم تشريكك في القيادة، تنفي هذه المسائل أم تؤكدها سي فاضل من عمران؟ لا سيدي، أنا مع زميلي سي سفيان طوبى، لن ننفي ذلك ننفي ذلك نفيا قطعيا. وموش صحيح اللي خرجت غاضب، أنا اليوم فقط لم أتمكن من الحضور لالتزامات خاصة لا أكثر ولا أقل، أما أنا مساند كل ما وقع القرار نتاعه اليوم، وثم حتى شيء ومعناها ماذا بينا ما نزيدوش معناها المزايدات منا ومنها. وبالنسبة لي على الملأ أقول أني مع أني شخصيا طلبت من لو خيان باش ما نكونش موجود، على خاطر العمل البرلماني عمل شاق جدا وما نجمش نزيد عليه معنا التزام اخر ما نجمش نوفي به. هذا هو فتماما مثل ما قال زميلي سفيان طوبان، هذا الجانب الاول. الجانب الثاني نحب ناكدوا الراي العام. انا غدا ساتوجه للنواب الذين طلبوا تقدموا بالاستقاله، انا ارفض الاستقاله رفضا قطعيا لاسباب قانونيه وسياسيه. اللي حب يستقيل من الكتله يستقيل من المجلس. هذا الموقف نتاعي كرئيس كتله، وغدوه نعطيك او سبق من توا انا سارد على الزملاء انه ما عنديش استقالات في الكتله النيابيه لحركه نداء تونس. معناها غدوه فما ازمه قانونيه تقريبا. ازمه قانونيه نعم، الشعب اعطاني 86 مقعد فسيكون لي 86 مقعد، ما عنديش 87 ما عنديش 85، الشعب هو الذي اراد ذلك وليس من تلقاء نفسه النائب يجي يقرر يقول انا خرجت مسؤول. سي فاضل بربي باش تركز معي سي فاضل في المساله هذه مهمه استباق، يعني يلزمني نسال فيه. يعني احنا عارفين ان القانون لا يمنع انه يستقيلوا القانون، لكن القانون وضح لنا يعني استقالتهم تمر حتما عبر معناها اعلام 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 رئيس الكتله بالاستقاله هذه للمجلس ولا كيفاه؟ لا سامحني، خاطر هنا قلت لي انت عندك الاليات القانونيه باش تعطل. نعم الحكايه هذه. نعم شنو الاليات اللي يمنحها لك القانون؟ القانون هي اول شيء القانون معناها لا يمنحهم لا يمنعني. القانون اعطانا خمسة ايام. القانون اعطاني خمسة ايام. معناها بالقياس على ميادين قانونيه اخرى هو امهال لهم باش يفكروا وامهال ليا باش نوافق. الشعب اعطانا 86، بالله تصور انت 60 نائب هذوما مثلا غدوه عندي 60 ولا عند النهضه ولا عند الافاق ولا عند الوطن الحر ولا غيره، ويمشي للجبهه الشعبيه، الاتجاه السياسي العام تاع البلاد اللي رسمه الشعب باش يغيروا نائب من تلقى نفسه؟ هذايا معقول؟ هذايا ماهوش معقول. الشعب وعطى 86، هذايا بالنسبة لي نعتبره أنه تجاوز للإرادة متاع الشعب. نرشعوا ثم ثغرة في القانون، عدم وضوح في القانون، هي مناسبة باش نحبسوا التيار هذايا. وما ثم حتى حزب راهو ينجم يتفخر بالشيء هذايا يقول أنا ما يقع ليش، اللي يقع عندي اليوم ينجم يقع لأي حزب غدوة. هي من ناحية مبدئية يجب أن توضح، يجب أن تحترم إرادة الشعب. الناس هذوما انتخبهم الشعب من اجل برنامج نداء تونس. نداء تونس صرف فلوس على الحمله الانتخابيه من الموارد نتاع الميزانيه، تخصص الهدايا. هدايا في بالي ما نجموش لاعتبارات اخلاقيه قانونيه وكذلك سياسيه، ما ينجمش نائب من تلقاء نفسه يجي يقول انا مستقيل. هو يستقيل من المجلس نعم مش ما غيرش التوازن السياسي نتاع البلاد، اما يستقل من كتله ويمشي غدوة لبلاصه اخرى، فهمتي ولا لا؟ في حل من اي التزام اخلاقي مع القاعده الانتخابيه نتاعه، هذا غير معقول. كل احتراماتنا الزملاء، لما نحكي لك من ناحيه مبدئيه، مساله مش مساله مزاجيه، هي مساله مبدئيه واخلاقيه، اخلاقيه يعني بالاتيك. واضح بالأساس. واضح. سي فاضل معك خليفه. سي فاضل بلا نواب نداء تونس، كيفاش بشكون التصويت غدا على تحوير الحكومي؟ اتخذتم موقف ام لم يتحدد الموقف بعد؟ هذا اسمعني، هذا شو بالنسبه لي ما ثم مسلمات. ثم مسلمات، ثم بديهيات، وشنو اخي هذه معناها الحكومه هي الحكومه نتاعنا. يعني صحيح يقع معناها اختلاف
ثم بعض الزملاء من نفوش هذايا وهذايا رانا ماناش حزب ماناش معناها حزب سياسي ماهيش كزرنا ماهيش الناس كل كلمه واحده اما تبقى معناها في الاخر ثم بعض التحفظات عند بعض الزملاء نتفهموا هذايا نعتبروا عندهم فيها حق كبير لكن هناك معناها اتجاه عام في بالي اللي ماناش باش نخرجوا فيه ملي كان ثم اخطاء يقع اصلاحه ويصلي حتى السيد رئيس الحكومه ما نشوفش كان يشوف مانع في الشيء هذايا خاصه ان الطلبات معناها نتاع الزملاء هي طلبات ايجابيه بناءه وعلى حسب اعتقادي انه السيد رئيس الحكومه يتفاعل معها ايجابيا. لا بربي في الجانب هذا يا سي الفاضل سي هذا قلت يعني تفاعلات زملاء تفاعلات ايجابيه وانت على ثقه انه السيد رئيس الحكومه باش يتفاعل معها. راهو تفاعلات اللي سمعناها واسمح لنا كاعلاميين باش نطرح عليك السؤال هذايا هي انكم يعني عندكم مشكله في تعيين وزير داخليه جديد وفي اقاله سي نجم الغرسلي وعندكم مشكله في كتابه الدوله للهجره. هل نفهم من ذلك انه فما امكانيه انه كتله نداء تونس تتمسك بضروره ان يراجع سي الحبيب الصيد قضيه اقالته سي نجم الغرسلي؟ هذايا اسمعني هذايا توها توا معناها نشوفوه غدوه مش لازم نسبقوا مش لازم اي اما اللي نقول انه من الاكيد انه السيد رئيس الحكومه يعني في بعض الملاحظات معناها تعتبر معناها ايجابيه جدا هو ما يراش مانع في التفاعل معها مش بالطريقه اللي كنت تحكي عليها نعرف اما على كل حال توا غدوه وبعد سي فاضل سي فاضل سي فاضل سي سفيان طوبيل باش يحكي معك اي تفضل سيد الرئيس تحب نحييك ساعة أهلا بك ما عندنا غدوة اجتماع إن شاء الله 8 ويوقع فيه تحديد كل شيء إن شاء الله في اجتماع كتلة الصباح أي إن شاء الله يا سي الفاضل سامحنا رانا احنا استغلينا فرصتك يعني في علاقة بالمؤتمر لا غالب استرسلنا معاك في ياسي لنعرفه مش هذايا موقعها لكن مشكور جدا أنت على التوضيح المهم توضيح كان واضح وبالعكس يعني التوضيح أعطى والله درس وإشارة جيدة جدا للساحة السياسية في روح المسؤولية قالك أنا كنت واضح الدوسي بتاعي اللي نخدم فيه راهو دوسي معناها ثقيل برشا اللي هو اعطاه قيمه للعمل البرلماني الناس اللي تحترم روحها هذه نموذج 2016 باش تكون معناها ما نخلطش انا سياسه غاديكا ودرا شنو غاديكا يعني التفرغ مشكور وتحيه ليك السيد فاضل بن عمران رئيس كتله حركه نداء تونس بارك الله فيك في الحكايه هذه توا صحيح المسائل التفاصيل وكذا لكن هذا ما يمهدنا الحديث على المضامين اليوم المؤتمر مثلا في علاقة بالمعطيات السياسية ما سمعناش مثلا ما نعرفش اللائحة السياسية ما قريناهاش حتى التوا مساندين لحكومة الحبيب الصيد للتوجه عندكم احترازات خلينا من قضية النهضة وعلاقاتكم تنجيوها هذيك الحكاية هذيك قالوا أنه على ضوء المؤتمر سيقع اجتماع الكتلة وتحديد موقف من اليوم هل المؤتمر عبر على موقف من حكومة الحبيب الصيد ما عبرش على موقف ناقشتوا المسائل هذه ما ناقشتوهاش احنا بطبيعة الحال احنا نساندوا حكومة حبيب الصيد لان حكومتنا هذه من تعيينها من الحكومة الأولى ولا الحكومة الثانية وحكومة عندنا فيها 10 وزراء معناها ما تكون نجم تكون إلا حكومتنا. لكن احنا رد الفعل كان على الطريقة اللي صارت فيها خاصة أنها صارت قبل يومين من المؤتمر وبأن كانوا فما نقطتين اللي ذكرتهم أنت تو معناها خاطر ما كناش فوجئنا بهذه التغيير على رأس وزارة الداخلية ثم أيضا عندنا التزاماتنا وهذه اللائحة حتى اللائحة نتاع التونسيين بالخارج لان من الحمله الانتخابيه كانت فما وعود انك تطلع نداء تونس انها باش تسعى الى ايجاد وزاره للتونسيين بالخارج وعند انشاء اول حكومه السيد حبيب الصيد معناها عمل كتاب الدوله وكان هذا كلمناه فيما رشح عن اجتماع الكتله وال 47 لكن حاجتي بالمؤتمر ناقشتوا هذه السيد اونس خطاب اي هو حتى في المؤتمر كما كنت نحكيو على اعمال اللجان هو اللي كان يقول فيه سي سفيان يصب في المطلب نتاعنا ولا التحفظ نتاعنا وقت تم الاعلان على التحوير الوزاري. اول حاجه طريقه التحوير والتايمينج يعني توقيت التحوير واحنا كنا معناتها مركزين على تحضير لوائح المؤتمر واللجان وغيره توقيت باغتنا والقراءه نتاعنا معناتها كانت كنا نحبذوا لو كان جينا في مرحله بعد العقد المؤتمر الاول نتاعنا ثم واللي هو العنصر الاساسي هما في كما اي حزب سياسي احنا عندنا وعود انتخابيه وما نجموش نعطيو وعود انتخابيه وما نكرسوهمش من بعد يزلنا على الاقل نضغطوا من اجل التكريس والا الوفاء للناخبين نتاعنا عبر الوعود الانتخابيه. احنا واعيين في قضيه الهجره هذا مفهوم لكن ما علاقه الوعود الانتخابيه مثلا بمسانده بقاء السيد نجم الغرسلي ورفض يعني سحب حقيبه الداخليه منه؟ هو مواشي بالذات
بقاء او مغادره السيد نجم الغرسلي، رغم انه احنا شنو قلنا من الاول فما ارتياح للتقييم نتاع وزاره الداخليه، ثم في مرحله دقيقه احنا ما نجموش نكونوا نحكموا عليها اكثر من الامنيين واكثر من رجال الاختصاص، ما شفنا ان المرحله دقيقه وبدا يعطي في نجاحات، قلنا علاش تم نتائج مهمه، وخاصه الوضع نتاع الارهاب اللي احنا عايشينه وبدينا بشويه بشويه الحمد لله يا ربي تحمي تونس معناتها يتحسن الاوضاع، ما فهمناش السبب نتاع التحويل. وحتى بعد ما واش عنا اعتراض معناتها كلي على السيد اللي تعين، ولكن طريقة التعيين اللي احنا في بناش بها باختتنا، ثم مساندة الحكومة لا يعني الولاء التام للحكومة، احنا عنا سلطة تشريعية ومطالبين باش نكونوا عنا رقابة على الأداء الحكومي وعلى التحويل الحكومي، وطالبنا يعني الفصل 144، وأنه أنت كحكومة تجيني نعطيك الثقة مش تمشي ما غير ما ترجع لي، معناتها عندي آلية سحب الثقة، يلزمني يكون عندي آلية منح الثقة في كل تحويل يقع. هذه بالعكس احنا كيف نشوفوا الاداء نتاع الكتله النيابيه نتاع حركه نداء تونس، نشوفوا ان احنا متشبثين بدوله القانون، راهو رئيس الحكومه احنا لهنا كنواب حركه نداء تونس ويتمثلنا وحكومتنا باش نساندوا المسار الحكومي، واحنا على كل حال في المحطات الكل ما عملنا كان مسانده الحكومه، رغم انه عندنا تحفظات على بعض الاداء نتاع في وزارات معينه، ولكن واجبنا وان حكومتنا نساندوها. هذا لا ينفي وان عندنا نحن دور الرقابه، وقت اللي حاجه تظهر لنا ماهيش ماشيه حسب التوجه العام نتاعنا نكونوا عندنا حريه التعبير والتفكير واتخاذ القرارات اللازمه. مشكوره انس حطاب الامين الوطنيه او الامين الوطني المكلف بالمراه، تهانينا، مسؤوليات جديده ان شاء الله بنجاح كيف كيف. سفيان طوبال الامين الوطني المكلف بالهيكل، هذه فيها حكايه الهيكل، فيها برشا حكايات، هذه اللي كانت مسنده اداره الهيكل مش حافظ قايد السبسي، واللي بان عركه كبيره عليها هذه اداره الهيكل. مش عارف انت مكلف بالهيكل سفيان طوبال، هل هي مشاكل؟ ما قلنا هي مشاكل شخصيه. أيوة. تو نشوفوا تو تبقاش مشكله، تولي ما عادش مشكله في الهيكل. الهيكل معك انت تو في باش تولي هذا في اطارهم يلوجوا بالعاني كل، هي إدارة الهيكل كغيرها من الإدارات في الحزب، وهي كملف كغيرها من الملفات. خليفة كان عندك حاجة في تنسيقيات في هيكل باش نبلاسيه ولا حاجة، ولا سفيان طوبال هو اللي شادد الأمور؟ بارك الله فيكم بالطبيعة سفيان طوبال، تبقاو معنا بعد الأخبار باش نستقبلوا الناطق الرسمي الجديد لحركة نداء تونس يا عبد العزيز القطي، والقيادي أمين وطني زاد مكلف بالتونسيين بالخارج سي رؤوف الخماسي، تبقاو معنا بعد الأخبار. نتائج مؤتمر حركة نداء تونس بعد ما كنا البارح غطينا فعاليات الافتتاح، الجزء الثاني هذا يسعدنا نستقبل فيه سي عبد العزيز القطي الامين الوطني الناطق الرسمي باسم حزب حركه نداء تونس. مرحبا بك سي عبد العزيز. اهلا وسهلا. مرحبا. المره هذه جيتنا بصفه جديده تقريبا، اكثر دقه، انت من الاول قيادي في الحركه، ولكن المره هذه مهمه جديده وهي مهمه الحديث باسم الحزب كامين وطني. نشوفوا بطبيعه بعد شويه باش نستقبلوا سي رؤوف الخماسي ايضا امين وطني مكلف بالتونسيين بالخارج، نشوفوا ريكاب حول اهم يعني نتائج مؤتمر حركه نداء تونس ونبداو النقاش معكم. تم اليوم العشية الإعلان عن التركيبة النهائية لأعضاء الهيئة السياسية لحركة نداء تونس إثر المصادقة عليها بالأغلبية من قبل المؤتمرين، وبلغت الهيئة 32 عضو خلال المؤتمر التأسيسي اللي كان تحت عنوان مؤتمر الوفاء. وبخصوص توسيع التركيبة اللي جات مخالفة لخارطة الطريق المعلن عنها، أفاد يوسف الشاهد رئيس لجنة 13 أن المؤتمر السيد نفسه فيما يخص القرارات اللي يتخذها حول توسيع الهيئة وله الحرية في ذلك. خريطة الطريق هي كان مقترح تسوية، احنا اقترحنا العديد من النقاط، منهم هيئة تنفيذية ب 21 بما في ذلك أمانة عامة بستة أشخاص. المهم يعني المؤتمر ارتاء انه لا ضروره لامانه عامه، لانه احنا جينا في اطار قياده جماعيه واراد ان يكرس القياده الجماعيه برمتها، وذلك علاش كانت القياده معناها الغيت الامانه العامه ومشينا في تمشي نتاع امين وطني مكلف به. دونك عندنا عدد من الامناء المعامين مكلفين بملفات باش يتلاقوا بالملفات هذوك، بالعلاقه مع البرلمان، بالعلاقه مع الحكومه، بالشباب، بالمراه الى اخره، والتوافق هذا اللي افضل التوافق
العمليه كانت صعبه حقيقه، لكن كما شفتوا في الاخر وقعت المصادقه بالاغلبيه. المؤتمر شهد العديد من التجاذبات خاصه لدى شباب الحزب والمنسقين الجهويين اللي طالبوا بالتمثيليه في هياكل الحزب. تعرفوا الجهات والهياكل المحليه والجهويه طالبت معتها في المرحله هذه انه لازم ناخذوا مع تمثيليه لكل الفئات، من هياكل جهويه محليه، من الكتله النيابيه، من اعضاء مكتب التنفيذي، من الوزراء. هذا هو اللي صار، معناتها كانت قائمة توافقية فيها تمثيلية كل الأطراف، باش كل طرف يعبر على المشاغل نتاع الجهة اللي كان فيها والهياكل اللي كان يتبعها. هذا عادي، وتو نحسوا بالحق باش يكون فما تواصل بين الحزب في كل مؤسساته محليا وجهويا ووطنيا. هذا هو اللي باش يعطي أكثر ديناميكية وحركية في الحزب. هذا وأكد عدد من أعضاء نداء تونس اللي تحصلوا على عضوية هيئة سياسية على استعدادهم للعمل بجدية من أجل إرجاع نداء تونس لمكانته الطبيعية. مسؤولية هذه أنا اخترته، كما قلت أنا منذ أشهر هذه اثنين اللي نحب نمشي لها، لأني باش واحد اليوم بلادنا في أزمة مش نجم واحد يعاون، لازم يدخل في حزب ويناضل ويقدم اللي يلزم للبلاد. ولهذا به اليوم انا فرحان، نداء تونس هي عائلتي ودخلت انا في هذه عائلتي الناتوريال كما يقولوا، وتوا لازم نشمروا على ذراعاتنا ونخدموا. هذه هي الكلمة الوحيدة اللي عندي باش نقولها، لازم نشمروا على ذراعاتنا ونخدموا. فرحان برشا نداء تونس، رغم الأزمات، رغم الناس اللي دفنتنا على بكري، رغم الناس اللي قالوا انتهى نداء تونس، اليوم هاك تشوفوا القاعة نداء تونس رودومار دو نوفو يعمل مؤتمر توافقي في ظرف وجيز، معناها عمره راهو مش برشا نداء تونس، يبني هياكل، ثم اليوم برشا توافق رغم بعض اذا الطموحات، واحنا الطموح راهو حاجه ضروريه في السياسه، السياسي اللي ما عندوش طموح ما ينجمش يكون سياسي. كل جهه ممثله في نداء تونس، الكفاءات ممثلين، النواب ممثلين، المنسقين المحليين والجهويين ممثلين، كل الطاقات ممثلة في نداء تونس، كل الحساسيات السياسية ممثلة في نداء تونس، هذا هو خط نداء تونس، هذه هي تونس اللي نحبوه، هذا هو النداء اللي نحبوه. وهكا أزل الستار على المؤتمر التأسيسي لحركة نداء تونس بعد المصادقة على اللوائح وخاصة منها السياسية والتي حددت هوية الحزب على أن يكون جويليا القادم الموعد المؤتمر الانتخابي. سألت سي عبد العزيز قبيلة سي سفيان توبال ولا أنس حطاب، الهيكلة هذه تقريبا البيان اللي خرج الرسمي العباد مش فهمته، كما قلت لك بتاتر على خاطر كانت توقعات، وشوفنا في التقرير سي يوسف شاهد حكى التوقعات اللي هي مقترحات لجنة 13 في خريطة طريق، قيادة جماعية، أمانة عامة بستة أمناء عامين وهيئة تنفيذية. يبدو أنه تبدلت الأمور في آخر لحظة، ولات أصبحنا مع قيادة اسمها هيئة سياسية تضم 29 عضو، ومن بعد في الهيكل نداء تونس على حسب ما فهمنا فما مكتب تنفيذي. يعني الآن نداء تونس اللي بشي يسير حتى المؤتمر الانتخابي، قيادة اسمها هيئة سياسية فيها أمناء وطنيين الكل هكا سميتوهم، ومكتب تنفيذي. علاش تبدلت الحكاية؟ شكرا سي برهان. أنا قبل ما نبدأ الإجابة على سؤال، نحب أولا قبل كل شيء نشكر كل وسائل الإعلام، كل الإعلاميين اللي كانوا موجودين معنا لمدة يومين، واللي كانوا موجودين برحابة صدر كبيرة وتابعوا أشغال المؤتمر الأول لحركة نداء تونس. نحب نتقدم بالشكر كذلك إلى المؤسسة الأمنية، قيادة وأعوان، على الجهد الكبير اللي قاموا به من أجل تأمين هذا المؤتمر. نحب نقدم زاد شكري إلى العاملين في النزل اللي تم انعقاد فيه المؤتمر الأول لحركة نداء تونس، وإلى كل المناضلين وكل المؤتمرين وكل القواعد اللي حضرت في المؤتمر متاعنا. بالنسبة إلى القيادة واللي كانت هي النقطة الأساسية في مؤتمر حركة نداء تونس، باعتبار أنه كان الهدف هو الخروج بقيادة جديدة، بقيادة تكون تمثل حركة نداء تونس، بقيادة تكون بعيدة على أنه يكون هناك شخص
أو مجموعة من الأشخاص اللي تكون بيدها الحل والربط وحابين نحيوا الصورة هذه. احنا كان هناك مقترح أن تكون هناك مجموعة من الأمناء العامين 6-7 تقريبا 6-7، ولكن بعد لما فتح الحوار داخل المؤتمر وخاصة داخل اللجان وفي لجنة التوافقات ارتأينا وشفنا أنه من مصلحة الحزب في المرحلة القادمة، بما أنه احنا مش نحكيه على قيادة جماعية، على قيادة تشاركية، والهدف والفلسفة نتاع القيادة هذه هي ملفات لكل عضو يعنى بذلك الملف ويشتغل عليه، وتكون هناك تشاركية ما بين كل الأعضاء وتكون القيادة بالطريقة هذه. ارتأينا أنه يتم إلغاء ما يسمى بهالمجموعة الأمناء العامين، وحتى كلمة أمين عام ما استعملناهاش، مشينا أمين وطني، وكل أمين وطني له خطة معينة، وإن شاء الله تكون العمل بطريقة الملفات وكل واحد عنده الملف نتاعه تعرفه قبل. يعني نفهم سي عبد العزيز أنه فما 29 أمين وطني، أي هما أمناء وطنيين، أما لكن مثلا الوزراء لن يكون لهم مهام. فما زاد ممكن بعض الأعضاء اللي هما المواقع نتاعهم بعيدة على تونس، غير موجودين في تونس، دونك ما يجبوش يكونوا موجودين بصفة دائمة. هذاك علاش الأعضاء هذوما هما أمناء وطنيين أما لكن بدون ملفات، ولكن إذا كان لقينا ولا ارتأينا ولا شافت الهيئة السياسية أنه هناك ضرورة لعمل ملف معين، فعندنا ما شاء الله من الكفاءات ولا أسماء اللي موجودة في القائمة واللي هما قادرين على أنه يتولوا المهمة هذه. المسألة الهامة هو أنه القائمة هذه فيها كفاءات، فيها قيادات وطنية، فيها قيادات تاريخية، فيها كذلك تمثيلية للشباب، فيها تمثيلية إلى الجهات، فيها تمثيلية للخارج، وحاولنا في إطار التوافق هذا باش تكون كل ما نقولش الحساسيات، أما لكن كل الوجوه اللي هي خدمة واللي هي معروفة واللي هي تنجم تمثل الجهات متاعها وتمثل معناها الحساسيات تكون موجودة في القيادة هذه حتى يكون هناك توافق أكثر ما يمكن. هل انتهت مرحلة الهيئة التأسيسية؟ الهيئة التأسيسية تو هذه في حكم الملغات الآن بعد المؤتمر هذا؟ بطبيعة الحال هو حتى في القانون الأساسي الهيئة التأسيسية تنتهي مهامها بانعقاد المؤتمر الأول. بصريح تلك الوجوه التاريخية اللي كانت في الهيئة التأسيسية ما بقاتش محافظة على عضويتها المباشرة والأوتوماتيكية في المكتب التنفيذي؟ نعم؟ لا تنجم تكون موجودة، ما لكن تعرف أنت راهو في الهيئة التأسيسية أغلب الأعضاء عندهم مهام. أغلب الأعضاء عندهم مهام، والعديد منهم يقول لك أنا خليني لاهي بالمهام تاعي. مثلا نقصد في وضعيات مثلا كيما رئيس الحزب محمد الناصر الآن، يعني هل يكون المؤتمر هذايا الأول هو إعلان عن أنه محمد الناصر ما عادش موجود في منصب قيادي في حركة نداء تونس حسب من نشوف؟ هو سي محمد الناصر كان رئيس لحركة. سي محمد الناصر هو الآن عنده مهمة رئيس مجلس نواب الشعب، وأنا نعتبره وأن المهمة هذه لا تقل أهمية على مهام الوزراء، بل ممكن أكثر لأنه هو رئيس المؤسسة التشريعية، وهذا يتطلب منه جهد كبير، يتطلب منه تواجد، يتطلب منه تركيز أكثر. هذا بالإضافة إلى أنه اليوم قلنا والفلسفة نتاع العملية هو أنه القيادة تكون جماعية، لا وجود لا لرئيس ولا لأمين عام ولا لشخص، معناها تكون المجموعة الكلورة. اليوم سي محمد الناصر قدم إلى الحزب، سي محمد الناصر هو موجود معنا، ممكن ما هوش موجود في القيادة نظرا للمهام هذه، وكذلك بالنسبة للأعضاء الآخرين متاع الهيئة التأسيسية. بالنسبة فما بعض الأعضاء كما سماح دمك، كما وفاء مخلوف، كما سيري ضاب الحاج، فما العديد من الأسماء اللي هم موجودين، أما لكن بالنسبة للبقية فما اللي لا فما بقية خمسة مئة بالأسامي. فما الأزهر العكرمي، فما محسن مرزوق، محسن مرزوق عم خرج عن الحزب، ما عادش موجود هو الآن في الحزب، واليوم انتم شفتوا كان عنده اجتماع موازي واجتماع اخر على هامش معناها والمؤتمر نتاعنا قاعد ينعقد. بالنسبه لسي رزق العكرمي ما حضرش في المؤتمر، وهو اظن انه غير معني بحضور مؤتمر حركه نداء تونس. هذا بالاضافه للبقيه اللي يشوف انه ممكن ما عادش معني بانه يكون موجود في القياده نتاع حركه نداء تونس. على كل حال احنا اليوم اطوينا صفحه، حركه نداء تونس دخلت في منعرج ثاني، اليوم دخلنا في وضع جديد اللي هو قياده جديده اللي
هي رؤية جديدة اللي احنا اليوم خارجين الى الشعب التونسي بقيادة قادرة بحول الله ان تكون في تواصل دائم مع اولا وقبل كل شيء القواعد متاعها، مع الهياكل متاعها. الهياكل كانوا موجودين، هناك منطق تكريس لمنطقة التشاركية اكثر باعتبار انه القواعد اللي تم تجاهلها والهياكل اللي تم تجاهلها لمدة اليوم هما شركاء مع القيادة في أخذ القرار، أنه اليوم مش يكون تواصل أكبر وأحسن مع الكتلة النيابية اللي شهدت فترة من العمل وكان المردود طيب، ولكن كنا نجم نعمله خير وكان كان الحزب بعيد ما كانش فيه الأزمات اللي فاتت وكان في تواصل مع القيادة متاعه. هذا بالإضافة إلى أنه اليوم سنبدأ في الاشتغال على وعودنا الانتخابية، على تواصلنا مع الحكومة، على تواصلنا مع ناخبينا من أجل أنه نقدموا الوجه الجديد لحركة نداء تونس. كما تعرف العباد ملت من العرك، ملت من التجاذبات، ملت من الأزمة اللي وقعت في نداء تونس. أنا نعتبر أنه اليوم طوينا الصفحة وسننطلق في عمل جديد، في عمل بناء. خليفة وباش نزيد نسألك زادة، أنت خاطر حاجة تهمك أنت باعتبار موجودين هنا، هي بعد شفنا التقرير شفنا نبي القروي يتدخل بسيفته كقيادي في حركة نداء تونس، وبالتوازي مع ذلك تقريبا بعد صدور القائمة سمعنا استقالة أنه نبيل القروي إدارة قناة نسمة هبطت كوميونيكي تتحدث عن أنه قرر الاستقالة من منصبه كمدير عام للقناة، وهذا خيار شخصي للسيد نبيل القروي. طبعا الساحة السياسية والإعلامية في تونس فيها تداخل من هذا القبيل، كثير من الوجوه معناها قيادية في أحزاب وفي وسائل الإعلام. تبقينا سي نبيل اختار الاحترام فصل 116، قالك أنا سأتفرغ للتجربة السياسية، هذا اختياره الشخصي، قدم استقالته من الإشراف على القناة، إن شاء الله ربي معاه. معنا هذا اختيار شخصي للعمل السياسي، حقه المواطني معنا. ثماش في جديد؟ تبقينا أحب نرجع لسي عبد العزيز، طبعا هل بقي الباب مفتوح نحو عودة بعض المنسحبين من الحزب والمنشقين عنه؟ الباب مفتوح لعودتهم أم لا؟ قضية التحاق كثير من الوجوه المنتمين للعائلة الدستورية، لأنه ثم ناس يقولوا بعد المؤتمر التأسيس سيفتح الباب من قبل حزب نداء تونس للكثير من الشخصيات السياسية سواء كانت مستقلة أو من الديمقراطيين أو من العائلة الدستورية للالتحاق بالمؤتمر القادم. لذلك نسأل مرة أخرى حول المؤتمر القادم، تشوف شكونه مؤتمر بعد 6 شهور ما يجيبش جديد، يعني فكرتوش في إمكانية بعد نجاح مؤتمركم الآن أنه مؤتمر جويلية يتأجل أكثر حتى تتم انتخابات محلية وجهوية. احنا وشفنا توا مؤتمر انعقد بصيغة توافقية وثارت فيه كثير من المشاكل وكثير من التجاذبات والخلافات، فما بالك بمؤتمر انتخابي يبدأ من القاعدة في اتجاه القمة. هو المؤتمر هنا قبل كل شيء هو مؤتمر توافق، ولكن هو مؤتمر تأسيسي، هو المؤتمر الأول التأسيسي لحركة نداء تونس اللي تم تثبيت فيه القواعد، تثبيت فيه الهياكل، باعتبار أن الهياكل هذه هي هياكل نعتبرها أسة الحزب. واليوم أنه يكونوا هما موجودين في المؤتمر الأول مسألة طبيعية، وهذاك هو اللي صار من أجل أعطاء كل ذي حق حقه. المسألة الأخرى أنه اليوم نداء تونس كما قلت تدخل في مرحلة جديدة، الأيادي دائما مفتوحة، ونداء تونس هو حزب مفتوح على كل التيارات، هو حزب مفتوح على كل العائلات السياسية. العائلة الدستورية موجودة داخل حركة نداء تونس منذ انبعاث ومنذ خلق حركة نداء تونس، وسيبقى نداء تونس مفتوح الأيادي سواء للشخصيات الوطنية سواء للكفاءات سواء للذين خرجوا اليوم ولا انشقوا عن حركة نداء تونس. احنا نقولوا اذا كان الناس هذوما يرجعوا لهم شهادة العقل راهو بيتهم هو نداء تونس، واحنا سنبقى دائما بيتهم نداء تونس. شنو في الصيغة؟ شنو يجي ياخذ انخراطه من جديد؟ ما بيتهم نداء تونس هذوما قياديين، ربما تلتحق احزاب دستورية اصلا. هذاك سننظر فيه. لا قضية خليني في اللي في اللي في اللي في اللي, في اللي الان موجودين على هامش الحزب واختاروا انه يبعدوا. يعني هذوما مثلا نهار ياخذ فما صياغ تنظيميه، المؤتمر ما نظرش في الصياغ التنظيميه هكا. لا المؤتمر لم ينظر في ذلك، هذا أيوة. مش يكون شان الهيئه السياسيه. أيوة. انا نقول انه اذا كان فما ناس ترجع الى حركه نداء تونس موجود فما مكتب تنفيذي نجموا يلتحقوا به، والا انت والحاله هنا. ثم السؤال الثاني اللي خليفه باش نزيد نفصله وطرحوا عليك، في وقت من الاوقات حركه نداء تونس في مراحل التاسيس الاولى، يعني بقات مكتبها التنفيذي هيكلها معناها التنظيمي يعني على درجه من المرونه بحيث استقطب الكفاءات. الحق معناها قبل المؤتمر كان فما حديث انه المؤتمر سيفتح المجال امام كفاءات جديده للالتحاق في اطار ما سمعناه عنوان
تجديد الدماء حسب ما شفنا المسألة هذه ماهيش موجودة سكي باري. هل أنه أجلتوها لما بعد المؤتمر فما أسامي خاطر خلينا نحكيو سياسة وأنت تعرف سي عبد العزيز في الساحة فما أسامي يحكيوا عليها ما يعرفوش تمشي تأسس أحزاب قد تلتحق بنداء تونس كذا قيادات سياسية قديمة ما نعرفش أنا سي عبد الرحيم الزواري سي منذر الزنايدي مهدي جمعة كمال مرجان نفسه مهدي جمعة فهمت الحديث هذا كثير في الساحة اليوم يايدو اللي نأكدوا لك أنه هو لم يتداول في داخل حركة نداء تونس حول المسألة هذه قبل المؤتمر هذا بالإضافة أنه ما كانش فما حتى هياكل ولا مؤسسات اللي نجم نحكيه فيها في الموضوع هذا اليوم المبدأ أنه الأيادي مفتوحة وحركة نداء تونس مفتوحة من أجل التحاق أي سواء أحزاب أو شخصيات هذه مسألة ننظر فيها ونحن مفتوحون إلى ذلك مطالبون بذلك وعندنا النية أن يكون ذلك في المرحلة القادمة أما لكن في قبل المؤتمر ما كانش فما إمكانية أولا لأنه فماش مؤسسات كما قلت لك وثانيا لأنه هذا هو مؤتمر تأسيسي أول لا يمكن أن تكون فيه عناصر جديدة وتكون في أماكن قيادية خلنا نمشيهم أما لكن في المرحلة القادمة يلتحقوا وفما أطر للالتحاق في ذلك وفما طرق وآليات لمعناها التصرف في العملية هذه والمؤتمر القادم اللي نجم يكون في شهر جويلية أنا والسيرورة متاع الانتخابات المحلية والجهوية اللي مشي تنطلق إن شاء الله في أقرب الأوقات والهيئة السياسية ستحدد ذلك تباعا ويكون الباب مفتوح من أجل أنه يكونوا موجودين في العملية الانتخابية اللي مش تصير المرة القادمة داخل المؤتمر الانتخابي الأول في وراء الأمور الشكلية اللي سنيها ومتصورها خذيت حظها بمشيوا للمضامين نعم مؤتمركم هذا يخرج للساحة السياسية بصورة صورة رسخت بالطبيعة في المفردة السياسية الملطفة التوافق الوطني بيكم بين حركة النهضة بالمفردة الأخرى الشديدة الانتقاد يقولوا لكم بعتوا الطرح للنهضة شوف حضور راشد الغنوش في الحضور اللافت يعني والاستقبال الحار اللي لقيه انا نقول لك راهو في العباد في ردود افعال جزء يعني من السياحه يعتبر مؤتمر انتصار شق التوافق مع النهضه على حساب فك الارتباط طرف قال نفك الارتباط ومن خلال ومن خلال امثله ماذا بيك توضحها لي زاد سمعنا انه في حتى عضو مكتب تنفيذي سي الجموسي انسحب تنديدا بالاستقبال الحار اللي لقيه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مؤتمركم هو سي جاموسي هو عضو مكتب تنفيذي وعنده شهر ونص من اللي التحق سيد محسن مرزوق وهو من الناشطين الأوائل والمتقدمين مع سي محسن مرزوق هذا يعرفوه كل أبناء نداء تونس هذا بالإضافة إلى أنه حتى فما نائبة الأخت والنائبة العروسي اللي هي كذلك من نفس المجموعة وهما التحقوا بالسيد محسن مرزوق منذ شهر ونص أنه يقول اليوم أنا استقلت فهذا كلام لا معنى له فهو استقال منذ تقريب شهر ونص بل هي فما يعني فتحي جموزي ما كانش حاضر في المؤتمر وانسحب لا 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 مش حاضر معنا جملة ما هوش مؤتمر تجاه هو خاطر في وسائل الإعلام خرجت اللي هو انسحب الكذا على خاطر لم يكن حاضرا في المؤتمر هو كان عضو مكتب تنفيذي واستقال عنده تقريبا شهر ونص بل جدد البارح استقالته في وسائل الإعلام وبرا حلو مناورة سياسية لا خاطر أنا ظنيت وقرينا كيما الناس الكل أنه عضو مكتب استحب المؤتمر وقت اللي راجل غنوشي كذا ولم ينسحب أي حد من المؤتمر وخلينا نوضحوها المسألة بلا برشا أنتوكس على الحديث هذا يقول سي سيد العايدي خرج كذا وسحب سي فضل عمران خرج وسحب فما ماكينه تشتغل على الاشياء هذه وفما مجموعه وشفتوا حتى كيفاش معناها في شبكات التواصل الاجتماعي التركيز على الامور هذه يعني نرجع للمضمون المضمون السياسي في علاقه بحركه النهضه انه في علاقه بحركه النهضه انه اولا وقبل كل شيء ما فماش انتصار للشق القريب من حركه النهضه ولا الداعم للتحالف مع حركه النهضه لانه احنا بكلنا في وقت اللي سي محسن مرزوق ومن معه والمجموعة من النواب المستقلين الآن ومن استقال من المكتب التنفيذي وقت اللي كوننا الحكومة الأولى وقت اللي تفهمنا على أنه رئاسة المجلس تكون الرئاسة لحركة نداء تونس ونائب الرئيس الأول لحركة النهضة والثاني لليو بي ال وقت اللي تكونت الحكومة وكانت هناك مشاركة لحركة النهضة وقت اللي كانت فما اجتماعات دورية للتنسيقية متاع الأحزاب واللي كنا نجلسوا فيها مع السيد راشد الغنوشي وظهر لي حتى في بعض الأحيان فما اجتماعات
اجتماعات كان سي محسن مرزوق موجود فيها في اجتماع التنسيقية متاع الأحزاب الحاكمة، وقتها ما سمعناش استقالات وما سمعناش معناها التنديد بقرب نداء تونس من حركة النهضة. دونك أنه اليوم نتكلموا على شق اللي هو قريب لحركة النهضة وانتصاره في المؤتمر فهذا غير صحيح، هو انتصار لحركة نداء تونس. وماذا بينا لو كان الأصوات هذه سي محسن مرزوق وجماعته راهو سمعونا الكلام هذايا منذ دخول حركة النهضة إلى الحكومة ومنذ التوافق اللي عملناه واللي وقتها قلنا احنا في تشارك مع حركة النهضة واللي احنا اليوم مطالبين بفعل ذلك لأن الشعب التونسي هو اللي أعطى نتائج الانتخابات وقال لحركة نداء تونس راك ما عندكش الأغلبية، أما لكن أعطى كذلك لحركة النهضة 69 موقع في سياج في البرلمان. ولذا الموضوع هذايا هو موضوع مزايدة، وجود السيد رشيد الغنوشي في المؤتمر ككل ضيوف المؤتمر المتعارف عليه، وانت تعرف سي برهان في كل الديمقراطيات وكل الأحزاب اللي تعمل المؤتمرات بتاعها تستدعي كل الأحزاب وكل ممثلي الأحزاب. هو علقوا عليكم في حاجات يا عبد العزيز على أربع أحزاب. لا ما قدمنا احنا وجهنا الدعوة بربي في رشيد الغنوشي بالذات، يعني هاي. الملاحظات قلت لكم شنو الاستقبال هذاك الكبير، كأنه تعويض تعبير على مخاوف من عدم استقبال ولا حضور ولا حصول ديزانسيدان في الموضوع هذاك. يقول لك صحيح الأحزاب الكل أربعة في إطار تحالفكم، لكن رشيد الغنوشي شيء لافت مثلا نسبة قياسية متاع إيقافه بالتصفيق تقريبا ما عرفهاش حتى خطاب القائد المؤسس اللي هو الباجي قايد سبسي، شك 15 سكوند ظهر لي تصفيقه. شنو الحكايه هو الاعلام ممكن ركز على السيد رشيد الغنوشي، لكن تم استقبال كل الضيوف بنفس الطريقه وهذا انا ناكدوا لك، وكانوا داخلين مع بعضهم تباعا. وديجا دخول السيد رشيد الغنوشي تزامن مع دخول السيد الباجي قايد سبسي، هو تخلى قبل في الخطاب. لا يعني لا مهم جدا، وراه وقتها داخل السيد الرئيس وكان القاعة تصفق لاستقبال بالطريقة هذيك لاستقبال السيد رئيس الجمهورية. هو مازال كيقعد والسيد الرئيس طلع للمنصة، هذه الأولى. بالنسبة إلى الخطاب وعلاش تم معناها مقاطعته بالتصفيق، لانه الخطاب كان خطاب ذكي جدا للسيد رشيد الغنوشي، وهذا يلزمنا نقولوه. هو راه كانت معه ورقه مش يقرا منها، ولكن بعد غير وقال خطاب تلقائي وتفاعلت معه القاعه، لانه كان يتكلم بخطاب ما يريده الحاضرين داخل في حركه نداء تونس، وهو ركز على التوافق، ركز على عدم الاقصاء، وهذوما الكلمات التي يستعملها واللي خلقها واللي خلقتها حركه نداء تونس وفي حضور السيد الباجي قايد سبسي. وكان تجبدوها الكلمه نتاع السيد رشيد الغنوشي تو تشوفوا قداش استعمل من مره كلمه وفاق وتوافق والتوفيق. هذه الاولى. الخط الوسطي المساله الاخرى هي مساله انه اعلن بكل معناها التجرد بانه الاقصى لا يخدم اي طرف، وبانه اليوم تونس في حاجة إلى كل أبنائها، ولليوم تونس لا تبنى إلا بالجميع. وهذه مفاهيم حركة نداء تونس راهي متبنيتها، وحركة نداء تونس هي اللي خلقتها. التوافق خرج من نداء تونس، التوافق قام به نداء تونس، كلمة الوفاق والتوافق هي البذرة اللي تبذرت في المجلس الوطني التأسيسي اللي على أساسها عملنا دستور، واللي على أساسها عملنا حكومة توافقية، واللي على أساسها كان فما حوار وطني، واللي على أساسها وصلنا للانتخابات. واضح هذا بالنسبة لرجل غنوشي اللي غالب الواحد. أنا قاعد أشوف في الشخصيات وسألت يعني الخليفة على المسائل هذية، وكما قلت لك كان منتظر شخصيات وطنية كذا. نرقاو مثلا اللي جلب الواحد نبيل القروية معاكم، يعني تقريبا الشخصية الوطنية الوحيدة اللي التحقت في الحكاية هذه. شنو الحكاية؟ اي سي نبيل القروي وراه مش غريب على نداء تونس. سي نبيل القروي قريب من نداء تونس كما قال انا عائلتي هي نداء تونس، وانا نعرفه جيدا. هو الاصل فيه مؤسس داخل نداء تونس. بالضبط. هو كان حاضر في اول اجتماع عملوه للتفكير في خلق وتأسيس حركة نداء تونس مع سي الباجي ومع سي ذهب الحاج ومع سي محسن ظهلي ومجموعة كان من سي الأزهر الأوائل. ديجا فما صورة ممكن فيها أربعة من الناس كان هو موجود معه. هذه الأولى. ثانيا سي نبيل بحبه لحركة نداء تونس وقربه من حركة نداء تونس قام بعمل كبير من أجل أنه
نداء تونس يزداد إشعاع من أجل أنه يقدم الصورة متاع نداء تونس عبر قناة نسمة، وهذا ما هوش عيب، وهذا ما في حتى معناه إشكال، بالعكس وكل النداءيين في حركة نداء تونس يقدرون ذلك، وكان موجود معنا وكان يحضر معنا في كل الاجتماعات، وكان معناه وعنده رأي، وهو إنسان من حقه أنه يعمل السياسة، وكذلك هو متسيس، ولذا اليوم أنه يكون موجود في التركيبة الجديدة هذه مسألة طبيعية جدا وقبلت. وقية الشخصيات الوطنية اللي راح اسمها أنها بشكون موجودة، علاش ما تجدش؟ لا ما طلبوش، ما فماش شكون طلب، أنا أكد لك أنه ما فماش شكون طلب. وكبنا تقريبا كواليس لإعداد المؤتمر كنا نسمع بأسامي شخصيات وطنية. أنا داخل المؤتمر و... لا مش داخل المؤتمر، قبل الإعداد المؤتمر، قبل إعداد المؤتمر، وكنت في خضم الإعداد المؤتمر، وما سمعت حتى أي شخصية وطنية طلبت الالتحاق بحركة نداء تونس. الأولوية للغدوة باش تبدأ على مكاتبكم في حركة نداء تونس، كلمتك الأخرى سي عبد العزيز. أولا وقبل كل شيء هو العمل، هو أنه نعطيه صورة جديدة إلى الشعب التونسي، هو أنه حركة نداء تونس ترجع إلى موقعها الطبيعي، وهو أني حركة أو أني حزب فاز في الانتخابات. غدوة الحي مش نبدأ ونشتغلوا على الملفات اللي تم تكليفنا بها من أجل أن نبدلوا الصورة ونعطيه الأمل والرجل الأمل للتوانسة اللي اليوم تعبوا منها الصراعات هذه. سنكون سند للحكومة ولكن سننتقدها، وسنكون قوة اقتراح لها، سنكون سند للوزراء متاعنا، سنكون بتواصل مع الكتلة النيابية متاعنا من أجل أن يتحسن الأداء متاعها وتكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي، وكذلك في التواصل مع القواعد متاعنا مع هيكلنا من أجل أن نكرسوا عملية التشاركية في أخذ القرار، وخاصة أن القرارات لازم تكون من القاعدة إلى القمة. واضح عبد العزيز القطي الأمين الوطني الناطق الرسمي باسم الحزب، شكرا جزيلا على التوضيحات. نشوفوا إعادة تذكير بالأحداث ونتائج المؤتمر هذا، ونستقبلوا سيرة في الخماسي الأمين الوطني المكلف بالتونسيين بالخارج. وإثر المشاورات المكثفة بين مختلف الأطراف وقع التوافق على الهيئة السياسية المتركبة من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم: سلمى اللومي أمين وطني مكلف بأمانة المال، حافظ قائد السبسي أمين وطني مكلف بالإدارة التنفيذية والممثل القانوني للحزب، بوجمعة الرميلي أمين وطني مكلف بالتنسيق مع الأحزاب ومتابعة العمل الحكومي، عبد العزيز القطي أمين وطني ناطق باسم الحزب، رؤوف الخماسي أمين وطني مكلف بالتونسيين في الخارج، رضا بالحاج أمين وطني، خميس كسيلة أمين وطني مكلف بالشؤون السياسية، سفيان طوبال أمين وطني مكلف بالهياكل، أحمد الزقلاوي أمين وطني مكلف بالتكوين، قاسم مخلوف أمين وطني مكلف بالشباب، الناصر شويخ أمين وطني مكلف بالتنظيم واللوجستيك، محمد صوف أمين وطني مكلف بالشؤون الاجتماعية، فوزي اللومي أمين وطني مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، أنس الحطاب أمين وطني مكلف بالمرأة، الأعضاء الآتي أسماؤهم سيقع ضبط مشمولاتهم في الاجتماع القادم للهيئة التأسيسية، وهم السيدات والسادة: سماح دمق،
سعيد العايدي، سليم شاكر، ناجي جلول، الطاهر بطيخ، الهادي قديش، زهرة إدريس، سعاد الزوالي، حسون الناصفي، فوزي معاوية، المنصف السلامي، رمزي خميس، هيثم الأحمر، إكرام البولاهي، ونبيل القروي، الأخت وفاء مخلوف أيضا. سي رؤوف الخماسي الأمين الوطني مكلف بتونسي بالخارج، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة، وأنا جاتني معلومة اللي أنتم تخدموا على النهار حد على خاطر نحن. أي نعم سيدي. نعم. الله بارك الله فيكم. إن شاء الله يا خويا، إن شاء الله ثمار التعب هذايا تجي من خلال عملكم في أنكم تقدموا حويجة للبلاد. إن شاء الله. وهذا المطلوب للشعب. ما يسالش. إن شاء الله. مستعدة سيدي تغطي إن شاء الله. فوالا راهنا يعني أنه أنه المؤتمر يكون حدث، ولكن يكون حدث حقيقي وقت اللي نشوفوا النتائج على الأرض. ها؟ نعم. أنه حزب يقدم الشيء اللي يعد به الناس ويعطي يعني التوازن المطلوب في الساحة ويقدم للعباد، يقدم للعباد. شوف، نداء تونس عاش في سوسة نقلة نوعية. نداء تونس نتاع نهار السبت مش هو نداء تونس نتاع نهار الأحد. اليوم نداء تونس حزب عنده انتقل من آلة انتخابية إلى حزب، له أن قيادة شرعية منتخبة وفاقية منتخب، عنده قانون أساسي، عنده نظام داخلي، عنده اللوائح نتاعه، وهذا اليوم ينطلق نداء تونس من جديد. مش حزب كنا نقول نداء تونس الجديد، لا، نداء تونس له قيادة جديدة وينطلق من جديد في صورة أخرى اللي احنا معناها تعبتنا الاشهر الفارطه، لان مع الاسف معناها القياده الفارطه شتت الحزب. الحزب كما يقولوه بالدرجه اعطيناه بياسه رجعونا صرف، واليوم عندنا خدمه كبيره ياسر باش نرجعوا الامور، باش نوحدوا الجهات، باش نوحدوا المحليات، باش نوحدوا الجهة الواحد الجهويات، باش هذا هو العمل اللي قاعد ينتظر فينا. وحنا نحبوا نعطيو زاد ميساج للشارع السياسي ولتونس بصفه عامه وللحكومه، اليوم عندكم حزب في ان شاء الله يكون في المساواه نتاع المسؤوليه نتاعو كحزب اول كحزب حاكم، وهذه معنا ميساج تحبوا نعطيوه للحكومه. اليوم عندكم حزب باش يساندكم ويكون وراء العمل اللي تقوموا به. هم يتهموكم كونكم معناها حتوا خرجتوا بالمسار نتاع الحزب من مساره البورقيبي. شكون اللي قال هكا؟ على كل ثم منسحبين من داخل نداء تونس اليوم نشوفوهم. شوف، احنا دافعنا من نهار الاولاني على الخط السياسي لنداء تونس. الخط السياسي لنداء تونس هو الخط اللي رسمه رئيس الجمهوريه الباجي قائد سبسي. هي الوسطية، هي معناها امتداد الحركة الوطنية، هي الحداثة، هي الديمقراطية. فما طرف معناها طرف ما عادش يمثلوا الخط هذا، انسحب انسحاب. شو تقصد طرف سيد محسن مرزوق يعني المجموعة؟ اي نعم. اللي اليوم اجتمعت في خاص المؤتمرات. اي نعم. علاش ما عادش يمثل؟ هو يقول انه هو سيمثل البرجيبيه الخالصه. لا هو قال مش انتم. لا ما ينجمش هو يتكلم على البرجيبه خاطر بعيد على البرجيبيه كما انا بعيد على الموت في طول. لا ما مش هكاك. احنا هو معناها شنو عليه؟ يتحدث على خط جديد ويتحدث على حزب جديد ويتحدث على برجيبه جديد. احنا عندنا نداء تونس
ما نستحقوش نقولوا جديد، هو في اصله جديد، عمره 3 سنين واش. وبورقيبه اللي تحدث نحن امتداد الحركه الوطنيه، وبورقيبه يبقى بورقيبه، لا بورقيبه جديد ولا كذا. احنا اليوم عندنا الخط الباجي قائد سبسي هو الخط البورقيبي بلس ديمقراطيه، هذا هو خط نداء تونس. وهو يمكن يبنيه على الفكره هذه، انه خط اللي ارساه الباجي قائد سبسي خط متصالح متوافق مع حركه النهضه. هم يقول لك لا، الخط البورقيبي كان حاسم على المساله هذه. وهل تعتبر انه بلوس هذيك بتاع ديمقراطيه هي المسوغ العلاقه الجديده نتاعكم مع حركه النهضه؟ احنا عندنا علاقه مع 4 احزاب، ما نعرفش علاش اليوم ولا الاسابيع الفارطه الموضوع هذا ولا تجبد برس كل يوم. احنا عندنا نحكموا على النهضه في طاوله واحده، والتوافق ما صارش اليوم. البارح السيد الرئيس تحدث على لقاء باريس، تحدث على التوافق. الاستاذ راشد غنوش تحدث على سياسه التوافق، واللي هي معناها صنعت البلاد وصنعت سياسه تونس بعد الثوره. واليوم احنا لقينا الحل في التوافق، لان معناها ما زالت الامور كلها هشه في البلاد. واليوم معناها التوافق هو اللي معناها خلانا اليوم نعملوا معناها توافق على مستوى الحزب، توافق هيئة سياسية توافقية انتخابية. خلينا من التوافق الداخلي، خلينا بربي سيد رؤوف خماسي نركزوا معاك في المسألة السياسية، باش على الأقل النقاش يكون نقاش مضامين بعد ما استوفى حقه النقاش في مستوى الشكليات والقيادة، شكون التحق وشكون ما التحقش. في قضية التوافق اليوم حسمتوا أمر الخط الفكري، يعني الخط السياسي لحركة نداء تونس، علاش؟ أكثر حاجة ملتبسة في نهاية الأمر علاقتكم بحركة النهضة، ممثلة الإسلام السياسي لهنا. يعني الناس تتحدث على التوافق كتكتيك، هذا قبل ما يتم الحسم على الأقل، حتى الحسم التنظيمي من الوضوح بين المجموعة اللي بقات الآن حركة تمثل حركة نداء تونس والمجموعة اللي مشيت مع الأمين العام. يقول لك التوافق تكتيك فرضته نتائج الانتخابات. اليوم لا يدرى فما حديث انه توافق ولا استراتيجيه مش مجرد تكتيك؟ هذا باش نفهموه في الخط السياسي اللي تحدثتوا فيه، فما شي في اللائحه السياسيه ما يفيد هذا التوجه؟ خاطر علاش يقول القائل اللي كلمكم تقولوا ولا غالب هذيك نتائج الانتخابات، اش معناها؟ كان ما جاتش انتخابات هكا تمشيوا في الصدام مع النهضه ولا تمشيوا في توافق معه؟ ما نعرفش شنو شكله. يعني هل التوافق هذا بالنسبه للخط السياسي لحركه نداء تونس خيار استراتيجيه مجرد تكتيكات فرضتها نتائج الانتخابات؟ نتائج الانتخابات، شوف التقارب للنهضه وتقارب للاحزاب الاخرى، احنا ديما نحصرها في النهضه، لكن المساله في النهضه خلينا نكونوا واضحين وصريحين مع بعضنا. عقده العقد غاديك الحكايه سي رؤوف. التقارب هذايا انت قلتها، اولا الانتخابات افرزت نتائج اللي خلتنا اولا نحكموا بعضنا، اما فما وكلنا قاعدين نتغيروا. النهضه قاعده تتغير، النهضه قاعده معنا اليوم عملت خطوات كبيره تجاه الوسطيه والوسط، وهذا هو جيد. انا ما نعرفش شنو علاش، شنو السبب كيف حزب من الاحزاب يغادر الخط السياسي بتاعه ويقرب الى الوسط، نقولوا لا انت لازم تبعد على خاطر انت معنا. لا، هذا مش هذا هو. احنا اليوم نعتبره انجاز كونه النهضه اليوم قاعده تتطور والقاعده تغادر الخط السياسي بتاعها اللي نعرفوه سابقا وتتجه للوسط. وهذا ما كيف الامور تصير هكا، شو المانع باش ما نسطروش معناها العمل ولا الخط تولي معناها الخيار خيار استراتيجي في المستقبل؟ اذا نقعدوا في الخط هذا مع الحفاظ على كون النهضه حزب واحنا حزب، عمرنا ما نجموا نكونوا جسم واحد، عمرنا ما نجموا نكونوا حزب واحد. هي تحافظ باش احنا ما نكونوش اغلبيه تحافظ على التوازن، واحنا نحافظوا باش هي ما تكونش اغلبيه واحد تحافظوا على التوازن داخل المشهد السياسي. وهذا هو، هذه هي الديمقراطيه. ما نجموش الديمقراطيه نخدموها بالاقصاء، ما نجموش انا نعزبها انجاز، ما نجموش نقولوا معناها نقصيوا الطرف هذا ونقصيوا الطرف الاخر. الناس اللي تنتقدكم يقولوا الكلام هذا على ما قلتوهش قبل الحمله الانتخابيه،
انه رانا احنا طلاب توافق، واحنا اذا كان نجحنا مانيش باش نحكموا بعضنا، باش نحكموا مع كل الشركاء بما فيهم حركه النهضه باعتبارها حزب رئيسي في البلاد قبل الانتخابات، اللي يلوموا عليكم البعض. خلينا نقول لك الانتقادات، البعض مشكلتهم انه كل ما يشوفوا المشهد هذا، وفي الحقيقه عندك الحق سي روف الخميس، القضيه التوافق موجوده عندها اربع شهور، وانا نبهت من العباد اللي تفيق بها من توا تقول اش فما راجل غنوشي، وكانه حاجه جديده راجل غنوشي مؤتمر حركه نداء تونس وهو يحكم معاكم دوبوي كات موا توا، فهمت؟ لكن على الاغلب كل مره تتحير لهم الحكايه هذه. لكن نقول لك علاش تتحير لهم سي روف الخميسي، انكم قبل الحمله الانتخابيه انه سر وجودكم كان قائم على اساس انكم باش تجيو تزيحوا النهضه من الحكم، انه هذا المشروع اللي قام عليه حركه نداء تونس، فاذا به يرقاوكم الناس تحكموا معاهم تتحالفوا معاهم وقراب لبعضكم. شوف نتائج الانتخابات مش احنا نصنعها، الانتخابات تعطي نتائج، ما نجموش يزاد كل النتيجه اللي تجي نقعدوا نعاودوا في الانتخابات ونزيدوا نعاودوها حتى تولي النتيجه تعجبنا، حتى النتيجه زاد ما تصيرش. انا عايش في بلاد في المانيا وتعرفوا انت معناها اليسار واليمين الاس بي دي والسي دي او اليوم تحكم مع بعضها، كل ما تصير ازمه في البلاد يحكموا مع بعضهم. في ال 20 سنه الاخرانيين حكموا براسك 12 سنه مع بعضهم. خاطر علاش؟ خاطر النتيجه تفرز هذاك. قبل الانتخابات كلهم ياكدوا وكانوا عمرهم ما نجموا يحكموا مع بعضهم، وهذا حاجه ما تتلقيش مع بعضها. هذه قبل الانتخابات، ما بعد الانتخابات هذه مسؤوليه خذيناها من عند الناخب، والمسؤوليه عطاها لنا الشعب، اعطانا الشعب المسؤوليه باش نحكموا بالنتيجه اللي اعطاها لنا. يعني مسألة عاديه ما فيهاش خيانه للاصوات ناخذيكم كما يقولوا البعض مثقفين راهو ناس تتحدث وكذا. انا قلت لك الله يعني في المانيا ما يقولوش عليهم السيديو كي يتحالف معاها انه خنتوا ناخذيكم. اذا قولوا اوكي كل ما النتائج نقعدوا نعاودوا في الانتخابات ونزيدوا نعاودوا في الانتخابات حتى معناها ناخذوا النتيجه اللي تعجبنا نقولوا توا خلط. مش هذا اليوم معناها لازم نحترموا معناها راي الناخب، نحترموا صوت الناخب، نحترموا صوت الشعب. الشعب اعطاني دا تونس الحزب معناها الحزب الاول، واعطى هذا الحزب الثاني 69 والاخرين 86 كانوا 86 فهمتني. هذه هي النتيجه، واحنا احتراما للنتيجه هذه لازم احنا نحاولوا كيفاش ما نعبثوش بك النتيجه هذيك، لازم معناها نحترموا النتيجه. اش بيه نهارتها وقت الانتخابات خرجت وقت معناها صارت تفاوض على الحكم، حتى واحد ما جا وقال علاش نحكموا مع النهضه. حتى حدا بما فيهم مثلا اليوم بما فيهم اليوم الجماعه في قصر المؤتمرات اللي قالوا احنا النهضه بالنسبه لينا يعني سؤال اخر انا نطرحه، ينظر نداء تونس بدون النهضه كانت نجم تحكم؟ من ناحية الحساب بحاجة سيري مع الجبهة الشعبية مع أفاق مع الوطن، شوف قواعدك يقبلوها ولا الجبهة الشعبية رفض الموضوع. الجبهة الشعبية رفض الدبي مشيو الموضوع آخر ولذا هذا هو تفضل الخليفة سي روف، لقيتوا صيغة للتوافق مع حركة النهضة في القسم الآخر عندكم كم هائل من الأحزاب الدستورية الشخصيات الدستورية، شنو هي الصيغة معاهم هما المستقبلية باش تدمجوهم داخل نداء تونس تعملوا معاهم جبهه كيفاش؟ شوف انا فرحان جدا وانت ابن العائله الدستوريه في النهايه. اي نعم ايوه احنا فرحان جدا اللي حافظنا اولا على الروافد الداخل بعد هذا المؤتمر على الروافد نتاعنا، ما ضيعناش الكاركتير نتاع الحزب نتاعنا اللي هو معناه يتكون من عده روافد، واهم الروافد هي الدستوريه واليساريه، ونبقاو مفتوحين على كل الاحزاب وكل الشخصيات الوطنية وكل معناها السياسيين معناها اللي يجيونا فرادة. أنا احنا هذه نداء تونس من اللي تكون هو مفتوح للأحزاب ومفتوح للكفاءات. لا ثماش مساعي ثماش حوارات توا احنا توا مو نمشيو ستيب بار ستيب خارجين من المؤتمر تقول انت مازال فكري واحنا نحبوا نطلبوا انتم تعطيوا لكل حكومه 100 نهار المؤتمر سي روف قد ايش لازمنا نعطيكم توا تعطيوا لكل حكومه 100 نهار قد ايش نعطيكم نعملوا تقرير جديد معناها بيريود دو غراس احنا نطلبوا منكم اعطيونا شطر خليونا ساعه اليوم ليله ساعه نفرحوا وانا نعتقد هو خبر باهي للشارع السياسي هو خبر جيد للشارع التونس بصفه عامه خلينا ساعه ليله نفرحوا غدويك باش نبداو ديجا في العمل بتاعنا نحبوا معناها نبداو في في في, في التنظيم عندنا معناها رزنامه كبيره ياسر هو معناها التحضير للمؤتمر الانتخابي يلزمنا معناها نوحدوا الجهات
نوحدوا المحليات اللي معناها متعرف اللي يوم ما عبثوا بها معناها وصارت تنسيقية معناها موازية وكذا، لنا عمل كبير وكبير جدا. نحب نحافظوا على الدات نتاع الانتخابات اللي مضى ان شاء الله تكون الانتخابات القاعدية كما معناها اشرنا عليها. هذا كل العمل اللي نحب نقوموا به ومفتوحين للكفاءات. تفضل السؤال في السياق سمحنا. تو انت واخو ملف الخارج من قديم في نداء تونس. اي نعم. ما تشوفش روحك فشلت في على الاقل توفير كتاب الدوله للخارج او وزاره، علما ان النواب تقريبا نواب نداء تونس غاضبين على السيد رئيس الحكومه في هذا الشان. اولا على مستوى الحزب ما فشلتش. انا اليوم عندي على مستوى الحزب ما نفسرش على مكاسب اللي تفضل فيك. اولا اليوم ولا عندنا امين عام امين قار امين قار لل امين وطني امين وطني تونسينا بالخارج. عندنا منسق من تونسينا بالخارج موجود زاد داخل الهيكل سي محمد صوف. سي محمد صوف هذاك الخارج مع عندنا سي هيثم الاحمر. سي هيثم الاحمر هو المنسق نتاع المانيا موجود زاد في الهيكل. بالنسبه للتمثيل الجاليه التونسيه في الحكومه، أنا ما نحبكش تحكم عليا مسبقا، زيد أعطيني جماعتين ثلاثة واستدعاني. إيش تقصد؟ فما إمكانية نتاع إعادة ال إن شاء الله قاعدين نتحدثوا في الاتجاه هذايا، فما المجلس على الهجرة اللي قاعدين نتحدثوا فيه. أي هذا نحبوا ناخذوا أخبار. هو هام جدا، إحنا نحبوا المجلس على الهجرة ما شاطروش الفكرة نتاع كونه يكون معناها معين. نحبوا وقتها في تونس ننتخبوا البلديات، نحبوا في الخارج ننتخبوا المجلس على الهجرة، نحبوا يكون منتخب وتعرف عند الممثل نتاعه الرئيس نتاعه هو عنده مثابة كابتن دولة هنا في تونس. هذا هو احنا نحبوا نقدموا اكثر، نحبوا نكونوا مسؤولين في الحكومه، على خاطر احنا مصالحنا في تونس مفرطة على اربعه على الاقل على اربع وزارات. نحبوا نحفظوا المسؤوليات وتجميعها، على خاطر اذا نحبوا نعملوا سياسه بوجه للخارج يجب يكون الخيار نتاعنا خيار استراتيجي مع الجالية التونسية. يجب معناها نفعلوا معناها كل تحكيوا على الدبلوماسية الاقتصادية وما نعرفوش كيفاش نفعلوها، ما نجموا نفعلوها كان مع التونسيين بالخارج. هذا كل برنامج كبير ياسر. نرجع بيك المؤتمر الرهانات السياسية التونسي بالخارج على الراس والعين، هذا في اطار تخصص هام جدا. التونسيين بالخارج طبعا طبعا لازم تعملونا مرة بلاتو طبعا على اكيد مرحبا بيه. يعني في المسائل هذه تبقى حدث اخر، يعني استراتيجية التجاهل اللي تلعبوا فيها تجاهه والتقليل من قيمته مفهومة في إطار حالة التنازع السياسي ما بينكم في الواحد، لكن اليوم الأمين العام السابق جمع ناس في اجتماع جماهيري حاجد في قصر المؤتمرات في نهاية الأمر. صحيح أنتم تتحدثوا بالمنطق الشكلي، يعني قضية الشرعية حسمت، هذا نداء تونس يعني اللي اجتمع في سوسة اللي اجتمع في قصر المؤتمرات بالنسبه ليكم هو خارج نداء تونس وهذا معقول، لكن كيو على العمليه الضبابيه ولا شنو برقيبيه جديده وما شنو وجديد وقديم ولا شنو الزورق واللوح والسوس ولا شنو سدير، معناها امور غامضه جدا. احنا الغموض في السياسه مش باهي والضبابيه مش باهيه، واحنا واضحين، احنا خطنا واضح. اليوم عملنا المؤتمر نتاعنا، ريتوا انتم الحضور، معناها المؤتمر ناجح رغم الحماس، وحماس كان داخل المؤتمر لإنجاح هذا المؤتمر، وهذا معناه نحييه. قد ما عملتش المؤتمر الأول اللي عملته في حياتي أنا، هذا مؤتمر كل اللي صار فيه هو عادي، وإحنا اليوم ماشيين. اليوم أكدنا كانوا إحنا الحزب نداء تونس موجود، والحزب نداء تونس أخوي، واللي حاجة أخرى واللي ربح ثلاثة انتخابات اللي خلق التوازن السياسي في تونس. شنية ثلاثة في الجزء الأول والجزء الثاني؟ إي نعم، واللي خلق التوازن السياسي في البلاد هذايا، واللي ما ينجم يكون كان يعمل مؤتمر ناجح، وما ينجم كان يكون المستقبل نتاع وزاهر، والأيام بيننا. واضح، الأيام بيننا إن شاء الله خويا، إن شاء الله، خاطر كي تربحوا الرهان تكون تونس إن شاء الله
ربحت الرهان في اتجاه ساحه سياسيه وضحت المعالم فيها توازن، في احزاب قاعده قادره تقدم للناس. راهو نحن خوفنا البارح انا وسي خليفه كي كنا نسمع في بعض التدخلات، قلنا زعما الخطاب هذا ينجم يتواصل مع طموحات شباب، مع ناس موجوده هذا رهانكم كحزب وغيركم من الاحزاب اللي لازم يعمل الشيء هذا. خليفه نعطيك اليوم يعني كلمه الختام. كلمه الختام راهم بمعها، ما احناش نقولوا. على كل حال الاحزاب السياسيه اليوم في تونس خاصه قبل استحقاق انتخابي قد يطول بعد سنتين وغيره، الانتخابات البلديه والانتخابات التشريعيه بعد 4 سنوات الرئاسيه، مطالبه بتجديد كادرها السياسي، مطالبه بادماج الشباب في التجربه السياسيه، لانه بعد 5 سنوات مش نلقاو جيل جديد يدخل الحياه الانتخابيه والسياسيه. على كل حال هذه مهمة مطروحة أمام نداء تونس وغيره من الأحزاب. واضح خليفة سي روف الخماسي الأمين الوطني المكلف بالتونسيين بالخارج في القيادة السياسية الجديدة لحركة نداء تونس المتمخضة على مؤتمرها الأخير. شكرا جزيلا على حضور. إن شاء الله كنا سادة المشاهدين قدمنا لكم تغطية كافية وافية. صحيح تحرم منها خليفة اليوم من ماكلة الكسكسي التقليدي العادي بتاعه بتاع كل نهار حد، مي هذيك هي ضرورات مواكبة الأحداث كما تعرفوها على قناة نسمة. مؤتمر حركة نداء تونس تغطيته انتهت. نحن بالطبيعة نضربوا لكم موعد مهم بالنسبة لقناة نسمة غدا مع انطلاق مسلسلها الحدث قلوب الرمان، أحداث تركية في الحقيقة أكثر تشويق من الأحداث بتاع حركة نداء تونس اللي عرفناها طيلة الشهور. تفرجوا ننصحوكم ماكمش باش تندموا خاطر حاجة من نوع آخر بلهجة تونسية. في انتظار ذلك هذا برهان سايس كامل الفريق اللي أمن هالتغطية الرسمية منذ التغطية عفوا الإعلامية منذ البارح، الناس اللي تنقلوا لسوسة زميلتنا منى المناعي، كل الفريق التقني اللي كان معاها، الناس اللي أمنت التغطية هذه كلهم يحيوكم ويقولوا لكم إن شاء الله موعدنا غدوة إن شاء الله. تتفرجوا على حلقة اليوم من نسمة نيوز على نوتر سيت ويب www.nisma.tv/replay وإلا على الباج فيسبوك نسمة تيفي.